الخير واهلا بيكم. حلقه جديده وكلمه اخيره. سنتابع في ساعتنا الاخباريه الليله المتحدث العسكري المصري يعلن ان النيابه العسكريه قد وجهت تهمتي القتل العمد والشروع في القتل للمتهم في جريمه الدهس في مدينتي اللي راح ضحيتها طبيبة صيدلانية شابة وأصيب عدد من أفراد أسرتها. سنتابع أيضا في ساعتنا الإخبارية العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين الفلسطينية. هناك توارد عن أنباء بدء مغادرة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جنين مع ارتفاع عدد الشهداء إلى 11 شهيد وزيادة عدد المصابين. في الوقت نفسه كانت هناك عملية دهس صباح اليوم وإطلاق للنار في تل أبيب أعلنت حماس مسؤولياتها عنها، أدت إلى إصابة 10 إسرائيليين وإصابات أخرى. طبعا يعني إذا كانت هناك عمليات عنيفة في جنين فماذا نتوقع؟ نتوقع رد فعل من الإسرائيليين، هذا ما يجب أن تتوقعه إسرائيليين من أخبار إسرائيل. من أخبارنا أيضا القاهرة وأنقرة تعلنان أسماء سفرائهما في البلدين لأول مرة منذ 2013، من 10 سنين منذ قطعت العلاقات بينهما. فقرتنا النهاردة هتكون عن المنشطات والمكملات الغذائية والرياضية وخطرها. من يومين توفى لاعب كمال الأجسام الألماني الشهير جو ليندر عن عمر لا يتعدى 30 سنة. كثيرون أرجعوا وفاته إلى تناول الكثير من المنشطات أدت إلى تمدد الأوعية الدموية. إيه هي المنشطات؟ إيه هي المكملات الغذائية الآمنة؟ خاصة بالنسبة للناس اللي بتروح الجيم، كتير من الفنانين، كتير من الناس، كتير بيروحوا الجيم وبيبقوا عايزين يبنوا عضلات بسرعة ويبنوا بقى إيه فورمة الساحل، بودي بيلدينج، شكل الجسم بيكون عامل إزاي، السكس باكس وكل الكلام ده، وعشان ده يكون بسرعة بياخدوا منشطات ومكملات غذائية تسرع بناء العضلات. خطر ده وهل هناك منشطات أو مكملات آمنة؟ هو ده اللي هنسأله في فقرتنا النهاردة. بكرة تعود تصفيات الفرصة وغدا آخر هذه التصفيات من محافظة القاهرة العاصمة. والحقيقة دي كانت أصعب وأشرس منافسة في ما بين كل المحافظات. احنا كنا في المنصورة واسكندرية والمنيا، لكن القاهرة شهدت إقبال كبير من الشركات المتقدمة واضطرينا ان احنا نصور على مدى أكتر من يوم علشان اللجنة تقدر تشوف كل الشركات. الشركات الحقيقة معظمها كانت شركات واعدة، واللجنة كانت في حيرة لأنها في النهاية لابد من تصفية هذه الشركات وناخد منها الأقوى استعدادا من القاهرة، استعدادا بقى لنهائي التصفيات بين كل المحافظات. كل المحافظات اللي كان فيها متسابقين واللي فازوا في الاسكندرية والمنصورة والمنيا والقاهرة هيرجعوا يقابلوا مرة أخرى اللجنة من جديد عشان يتحدد اختيار أقوى 25 شركة. هم المفروض أقوى 30، في 5 شركات بالفعل وصلت للاستوديو عن طريق الفرصة الذهبية. فاحنا بكرة عندنا نهائي القاهرة ثم التصفيات النهائية عشان يكون معانا 30 شركة هتقابلنا في الاستوديو أمام لجنة تحكيم جديدة وصعبة جدا هنعلن عنها قريبا. تعالوا نشوف القاهرة، تصفيات القاهرة غدا الفرصة 9 مساء. وصلنا للقاهرة الكبرى آخر محطة من محطات تصفيات برنامج الفرصة، وإن شاء الله يكون يوم ممتع ونشوف فيه مشاريع كتيرة جدا قادرة تقنع لجنة التحكيم. يلا بينا. إنك تبدأ ستارت أب وإنت في الجامعة مش كل الناس هتاخدك على محمل الجد. مشكلة إن أنا حاسس إن أنت أصلاً ده آخر همك. إن شاء الله فرصة تانية في السيزون الجاي. كسبنا أو خسرنا فأنا خدت فرصتي إن أنا وصلت الناس اللي أنا بعملها. نقدر نمسك أسلاك الكهرباء والكهرباء شغالة بكل أمان. ده في حد ذاته مرعب. الفرصة مع لميس الحديدي غداً 9 مساء على اون.
نبدأ أخبارنا من النيابة العسكرية التي أمرت بحبس المتهم بارتكاب جريمة دهس أسرة بسيارته في منطقة مدينتي بالقاهرة الجديدة، والتي توفت على إثرها الدكتورة الصيدلانية بسمة علي، وأصيب زوجها وأطفالها الثلاثة وطبيب صديق أيضا صديق زوجها بعد مشادة كلامية على إثر خدش ابن الضحية لسيارة المتهم أثناء اللعب بالسكوتر. النيابة العسكرية وجهت للمتهم تهم القتل العمد والشروع فيه وجاري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات. بيان المتحدث العسكري قال في العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ أنه في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، ودون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، وتم تحرير محضر رقم كذا لجنح عسكرية كذا قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة بتاريخ 1 يوليو. المتحدث أشار إلى أن النيابة العسكرية تباشر التحقيقات وقيادة القضية لرقم 170 عام 2023 جنايات عسكرية شرق القاهرة، وأسندت النيابة العسكرية للمتهم جرائم القتل العمد والشروع فيه، وتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية وإحالته للمحكمة العسكرية للجنايات. البيان بيقول أن تؤكد القوات المسلحة كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة والتمنيات بالشفاء للمصابين. نقابة الصيادلة من جانبها نعت الصيدلانية المتوفاة، والحقيقة أنها يعني هناك أيضا عدد من المصابين. طيب ليه نيابة عسكرية؟ وده طبقا للقانون، القانون رقم 25 لسنة 66. النيابة العسكرية هي المختصة بالتحقيق في قضايا يكون الجرائم فيها ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامها، يعني يكون عضو في القوات المسلحة. احنا المعلومات اللي عندنا انه المرتكب الجريمة هو طبيب، ولكن طبيب عسكري، وحتى اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لأحكام القانون، اذا طبقا للقانون هو يخضع للمحاكمة العسكرية والنيابة العسكرية. هنتابع ده طبعا، هنتابع تفاصيل هذه القضية طبقا لبيانات النيابة العسكرية وبيانات المتحدث العسكري وما سيخرج من القضاء العسكري. ومرة أخرى كما قال المتحدث العسكري، لا أحد فوق القانون، حد ارتكب جريمة لابد أن يعاقب بالقانون، وما فيش حد فوق القانون على الإطلاق. خلونا نذهب لقضية أخرى. الحقيقة النهاردة جموع الفنانين ودعوا أيقونة من أيقونات جيل التسعينات، هذا الجيل اللي ارتبطنا بموسيقى بأغاني بالمزيكا اللي غيرت في شكل هذا الوقت اللي كان في الثمانينات والتسعينات. الحقيقة أول شريط لعلاء عبد الخالق اللي بنعيه، وأنا الحقيقة بشعر بوجع شديد إن أنا بنعيه دلوقتي، كان 1980 لما تأسست فرقة الأصدقاء على يد الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وضمت علاء عبد الخالق وحنان ومنى عبد الغني. فرقة الأصدقاء قدمت علاء عبد الخالق، وكان علاء ضلع أساسي في هذا الفريق. كان عمار الشريعي بيدور على الأصوات الجديدة وبيدور على تحديث الغناء وتحديث الموسيقى المصرية والعربية، فعمل فريق الأصدقاء. بعد فريق الأصدقاء يعني علاء عبد الخالق قدم تجربته الخاصة كمطرب منفرد، أصدر ألبومات، وبقى هتفتكروا مرسال سنة 85 كان في حقق أعلى مبيعات وقتها، وياكي علشانك، راجع لك، هتعرفيني، طيارة ورق، مين ينسى طيارة ورق؟ وعلاء كان زي الطيارة الورق فعلا.
علاء عبد الخالق انا اعرفه لانه في بدايه الثمانينات دي او لا يعني في نهايه الثمانينات لما علاء بقى نجم كان دايما بيجي يعمل حفلات في الجامعه الامريكيه لما كنت انا بدرس، ومن هنا كانت ابتدت صداقتنا انا وهو وهشام عباس طبعا، لان هشام كان صديقي وزميلي في الجامعه. ابتدى علاء يجي لنا، علاء كان صديقنا، كان بيجي كان بيسمعنا الاغاني، كان بيقرا لنا الكلام بتاع الاغاني، كان بالنسبة لنا احنا كنا صغيرين وعلاء ده كان بالنسبة لنا نجم كبير كنا بنبص له، وبقت علاقة علاء بينا علاقة صداقة مش بس نجم واحنا كنا من جمهوره ومن معجبيه، لكن كان في صداقة، كان في يعني هذه المشاعر الجميلة اللي بيننا وبين علاء عبد الخالق. علاء أصيب في بالعصب في يعني جات له إصابة في العصب البصري، ثم بعد ذلك ضعف في الأحبال الصوتية. هنحاول نتأكد من بالظبط إيه كانت إصابته، لكن علاء يعني تعب في السنوات الأخيرة. لكن كان في حاجة في جيل علاء ده كله، جيل علاء وهشام ومصطفى قمر وعدد كبير من الفنانين، الحقيقة ان هم كانوا مترابطين جدا. كل ما يكون في حدث ما يتعلق بأي حد فيهم كانوا دايما مترابطين. في فرح بنت علاء عبد الخالق مؤخرا أصر كل الفنانين إن هم يروحوا، حميد، هشام، إيهاب، كلهم راحوا، مصطفى قمر، كلهم كانوا موجودين حواليه. في أعياد الميلاد كلهم بيتلموا، لأن ده جيل في أصالة كده، ده جيل أصيل، جيل كان بيحب بعضه، جيل غنى مع بعضه، طلع مع بعضه. فالحقيقة أنه كان يعني جيل مؤثر جدا. بدأ علاء مع فرقة الأصدقاء، وعندما رحل ودعه الأصدقاء. نفتكر سوا صديقي ونجم التسعينات علاء عبد الخالق. طيارة ورق، هو كان طيارة ورق، يعني كان خفيف كده، ويعني رحل بسرعة شديدة جدا. فنان هشام عباس، بعزيك وبعزي نفسي يا هشام، احنا نعرف علاء سوا من زمان جدا، من ايام الجامعة. السلام عليكم، ازيك يا لميس الاول؟ اهلا بيك، وان شاء الله تكوني بخير وكل سنة طيبة وعيد سعيد ان شاء الله رب العالمين وعلى كل اللي في القناة. وانا عايز اقول لك حاجه، انه انا بقالي مده بشوف علاء، الحمد لله وبنشوفه في عيد ميلادات، وبنشوفه في كل الـ يعني المناسبات اللي احنا بنتجمع فيها دايما. علاء ما بيسيبش مناسبه غير لما بيجي بنفسه. وعمره ما قال هو عنده ايه، عمره ما قال يا هشام انا تعبان، عمره ما قال لي مثلا انا مش مثلا طب قومني، طب مش ولا حاجه خالص. هو كان بيبقى قاعد معانا وبيغني معانا بصوت واطي، وانا ببقى قاعد جنبه وسامع، وساعات بحط المايك في بقه ويقعد يغني معانا الاغاني بتاعته. عايز اقول لك انه يعني علاء من الناس اللي مش ممكن تموت، واغانيه هتفضل موجوده معانا على طول. يعني احنا نعرف علاء من زمان يا هشام. نعرف علاء من زمان، واعرف ان انا مثلا لما ابتديت اغني وقابلته وكده وقال لي انت هشام صوتك حلو وما تخافش وما تقلقش وغني، حتى لو انت مثلا بدات متاخر، بس ده هيديك ثقه اكتر ويديك خبره اكتر، وانت مهندس صوت شاطر، وانا يعني بشجعك وبقول لك ما تقلقش واحفظ الاغاني كويس وغنيها وكده. يعني هو كان مشجع جامد قوي، وكان صديق جميل ولذيذ، فهو مش ممكن يعني مش ممكن يتنسي، يعني لا بصداقته ولا بشخصيته ولا باغانيه بقى اللي هو اغانيه اللي هي كلها يعني 80% منها خير وصداقه وحب. اكتر حاجه كنت بتحبها له ايه يا هشام؟ اكتر حاجه كنت بتحبها له ايه؟ وقت الاصدقاء ولا اغانيه لوحده ولا ايه؟ من اول الاصدقاء، يعني هو انا علاقتي بعلاء انا فان وهو كان بيغني، كان الاصدقاء طبعا
ناس الثانيه اللي احنا بنشرب فيها الشاي في ناس ثانيه بتشكي هموما ورا الناي واحنا طالعين على الحدود. فاكره انا فاكره الايام. انا اول اغنيه غنيتها على الستيج في الجامعه كانت فاكر مع الايام. وكنا دايما بنغني اغاني الاصدقاء. وعندي صاحب كله عجايب طالب خايب قلبه يحب كل الاغاني بتاعه الحقبه دي بالنسبه للاصدقاء. وبعدين علاء سقف يلي معايا والحب بحر ملوش اخر والمدلي والدواتو اللي عمله مع حميد بتاع بجيلك من ورا الاحزان ولسه فاكر العنوان بجيلك من ورا الاحزان ولسه فاكر العنوان ولسه فاكر ودخل غنى بصوته الكوبليه بتاعه. انا كنت موجود معاهم ساعتها في الاستوديو ودخلت سمعته. والله مش قادر اقول لك انا بحبه قد ايه. عنده كميه تعبير في صوته. اكتر واحد بيفكرني بعبد الحليم لان هو هادي وهدوءه ده وعربه صغننه يعني قد ايه جميل. هو فاكر انت انا افتكرت دلوقتي لما طلعت غنيت في الجامعه مع الايام. انا فاكره غني لي هشام كده لان انا فاكره احنا كنا وقتها في الجامعه وعلاء ده كان بالنسبه لنا نجم بقى جاي. علاء عبد الخالق يا جماعه نجم الاصدقاء وكان بيجي يقعد معانا وكنا بنشوفه وكنا بالنسبه لنا منبهرين برضو يعني. ايوه طبعا 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 احنا يعني علاء غنى واحنا كنا لسه في الجامعه لما ابتدى. أيوة. يعني فكان حاجه جميله يعني. فانا مش ممكن يعني ما يتنسيش الراجل ده يا جماعه ما يتنسيش. اغاني الحب الرومانسيه بتاعته ما تتنسيش. الاغاني الشقيه بتاعته والحفلات بتاعه الصيف علاء وشياكته والعربيه الكابريوليه اللي كان بيركبها يعني احنا عاصرنا من اول ما كان حاجه كبيره جدا. وحتى لما بدا ان هو يقل كنا برضو اصحابه وكنا جنبه وكنا يعني ايه اللي خلاه يختفي كده يا هشام يعني؟ هل يعني معرفش المرض ايه اللي خلاه يختفي بدري؟ انا اعتقد ان هو حس انه الاتشيفمنت قل اللي هو الانجاز. هو كان بيحب ينجز وكان بيحب دايما يعمل اغاني ويغنيها. لما ابتدى الانجاز ويقل ابتدى نفسيته شويه يعني تقل معاه شويه كده. واحنا دايما كنا بنشوفه ونشجعه ونقعد نغني له اغانيه انا ومصطفى وإيهاب وحسام حسني والشله اللي بتبقى دايما حواليه وحميد طبعا يعني. طبعا حميد طبعا يعني حميد من الاساسيات يعني. فايه يعني فعايز اقول لكم اسمعوا علاء اسمعوه لان هو يعني فعلا يعني لما هتسمعوه هتعرفوا قد ايه حبنا ده صادق ليه وقد ايه اغانيه كانت صادقه وبتعبر عن الشباب وبتعبر عن الحب وبتعبر عن اخر مره من احاسيس الشباب في الوقت ده. كان هو بيعبر عنها كويس قوي. صح. قوي. اخر مره شفته امتى يا هشام؟ هو يوم فرح البنوته ويوم كتب كتاب البنوته بنته وتلفينا حواليه وهو كان سعيد جدا. انا عايز كل اصحابي حتى في الدعوه بتاعته اللي بعتها لي انا عايز كل اصحابي حواليا وانا عايز كل اللي انا بحبهم يكونوا جنبي. وهشام فضي نفسك بليز وتعالى يعني عارفه اللي هو احنا كلنا كنا جنب كله حتى اللي معتزلين كانوا كله جه. فاكر غنوه تغني لي غنوه من اغانيه هشام؟ انا بحب له مثلا الحب بحر مالوش اخر وقلوبنا في رحاب وبواخر بتسعنا كلنا لو كنا بنلم بعض ونتاخر. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. واحنا كلنا رايحين يا لميس ما انت شايفه الدنيا عامله ازاي. ايوه وكله عمال يقع واحد ورا الثاني. أيوة. الحمد لله على كل شيء. ربنا يرزقنا حسن الخاتمه يا رب يا هشام. يا رب بشكرك حبيبتي صديقي هشام عباس. شكرا فنانه والاعلاميه طبعا وصديقتي ايضا منى عبد الغني. منى مساء الخير.
مساء النور استاذه، بعزيكي وبنعزي الناس كلها، لانه احنا جيل علاء، يعني احنا الجيل اللي عاش معاكم، اللي حبكم من الاصدقاء، اللي اتعلق بيكم. بس انت تعرفي علاء اكتر يمكن مننا، كلميني عن علاء. البقاء لله طبعا، بعزي نفسي وبعزي الأمة العربية كلها وكل محبي علاء. فنان دمس الخلق ورائع الصوت، متميز رحمة الله عليه. يعني يمكن في ناس ما تعرفش، أنا بدأت مع علاء وإحنا في معهد الموسيقى العربية وإحنا صغيرين قبل ما نروح لعمار الشفاعي، وهو اللي عرفني أنا وحنان على أستاذ عمار، وكان في امتحان أصوات وخدنا علاء. بالنسبة لي عشرة عمر، كنا بنقضي وقت في أكاديمية الفنون أكتر من اللي بنقضيه مع أخواتنا وأهلنا وزوجته وحبيبتي مدام هالة. النهاردة طبعا بتوصيكوا بالدعاء لي يعني بشكل كبير جدا، وفكرتني بحاجة، قالت لي أنت ناسية يا منى، علاء يتيم من هو سنة، هو اتولد ووالدته توفت هو سنة، يعني كان يتيم، ويمكن ده كان سبب الحزن اللي في صوتي. ما كانش ناس كتير تعرف الكلام ده، بس فكرتني كل اعياد ميلادنا مع بعض، رحلاتنا في الاكاديميه مع بعض، زي ما كنت تكلمني هشام دلوقتي انكم اصحاب في الجامعه. شوفي الصداقه دي بتبقى عامله ازاي، احساسك بانه اخوكي. ايوه بالظبط. ف يعني النهارده قعدنا افتكرنا انا زوجته هاله، ايام جميله، عشره عمر طويله، كانت مفاجاه الحقيقه لينا كلنا. بس هو كان شكله تعبان بقاله فتره يا منى، ايه قصه مرضه؟ احنا ما كناش عارفين كلنا هو علاء عنده ايه. شويه في الاعصاب شويه، يعني كانش يقدر يمسك حاجه، يقطع حاجه بسكينه وبياكل، يعني شويه حاجات بسيطه في الاعصاب، لكن صوته كان زي الفل وما فيش اي حاجه. ما فيش زي ما بعض المواقع كتبت انه عنده مرض خبيث ولا حاجه، فيش كلام ده. هو بس كان يعني بيتوتي قوي ومالوش في المجتمع عادي، يعني هو بس شغله، بس هو بيهتم بشغله وفنه، أسرته الجميلة، أولاده وأحفاده، يعني هو إنسان حقيقة رائع على المستوى. هل حصل إصابة أيضا في العصب البصري مثلا فأثرت على نظره؟ أثرت، هو من زمان يعني نظر ده ضعيف عادي، لكن هو كان فيه يعني شوية التهاب في الأعصاب بتخليه شوية يعني إيده مرتعشة شوية، لكن صوته كان كويس. آخر مرة طلعنا في صحبة السعادة، يعني كنا بنقنعه يقول أنا صوتي رايح، قلنا له صوتك زي الفل، وطلع وغنى وعمل سهرة حلوة قوي. يعني الحقيقة لا، هو بس كان قافل على نفسه شوية، يعني عايز الناس تشوفه في احسن حالاته اللي اتعودت تشوفه عليه. اكتر حاجه اغنيه بتحبيها بتغنوها انتوا سوا ايه؟ الحدود طبعا طبعا طبعا، اغنيه لمصر جميله، والنهارده مش بس في مصر، العالم كله، المسافرين بره والمغتربين، الجاليات المصريه اللي بره لما بيسمعوها بيعيطوا بيبكوا. احنا كنا بنحضر حفله كبيره مع بعض ان احنا نرجع الناس تسمع اغانينا تاني، بتاعت الاصدقاء. القدر يعني ربنا استرد وداعته بسرعه، ونتمنى النهارده ارجوكم والله يعني اللي كل محبي علاء يدعوا له، هو اول ليله ليه في القبر النهارده، يعني نرجو له الرحمه والمغفره وعلى قد خلقه، لان ربنا بينظر لقلوبنا على فكره. انسان قلب طيب فل، عمر ما طلع منه لفظ مش كويس. لو ولد في الاكاديميه قال لفظ مش كويس يقول له عيب، احترم نفسك. يعني كان مهذب وحيي جدا، محدش حد يقول لفظ مش كده مش كويس. زي ما الناس بتحبه، هو ده علاء، هو ده علاء اللي هو كل العالم النهارده. النهارده شفت ناس في الصلاه من غير ما يعرفوا علاء بيحبوه وبيدعوا له حقيقه، يعني ربنا يرحمه ويديله في الجنه بقى ربما ما لم ياخذه في الحياه. امين يا رب العالمين، واشكرك على يعني اهتمامك، وعلاء يستاهل فعلا مننا كلنا، يستاهل اكتر من كده بكتير. يعني ونعمل له ان شاء الله يوم كده كلنا لازم ان شاء الله، لازم باذن الله. شكرا للفنانه الصديقه منى عبد الغني. معنا ايضا الفنانه حنان اللي برضو كانت ثالوث بتاع منى وعلاء وحنان في الاصدقاء، هذه الفرقه اللي عمار الشريعي صاغ منها تجديد كبير للموسيقى العربيه والموسيقى الشبابيه في مصر. حنان بعزيكي
وبعزي كل الفنانين وبعزي كل الناس اللي كانوا مرتبطين بيكوا في هذا الوقت. ايه اكتر حاجة هتفتقديها في علاء عبد الخالق؟ يعني الاول مساء الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. انا افتقدت علاء ككل صديق واخ وفنان وصديق ورفيق عمر يعني. فعلاء جزء من عيلتي وجزء من حياتي، هو منى عبد الغني. يعني احنا ما كناش اصدقاء فرقه بس، احنا عشره عمر، عشره سنين، جمعنا حاجات كتير جدا جدا بينا وبين بعض، تقلبات في الدنيا وتقلبات في الحياة، منها الحلو ومنها الوحش. فهو هنا بيبقى يعني هو هنا بيبقى الإنسان ده ساب عندك أثر كبير جدا. فعلاء يعني حاجة كده. وبعدين علاء صديق وفنان وصدوق وكل حاجة. علاء الصحبة الكويسة، الفن الجميل، الخلق العالي، الإنسان المبدع في كل حاجة. امتى آخر مرة شفتيه يا حنان؟ امتى آخر مرة شفتيه؟ انا شفت، انا كان المفروض اروح فرح بنته، كنت انا ومنى، كان من الكلام ده من مثلا من اسبوعين او من كذا شهر او من شهر تقريبا، اقل من شهر. بس مع الاسف احنا الاثنين في اليوم ده كنا فاهمين يعني الفرح في حته تانية، فلما عرفنا ان هو في القلعه وهنطلع يعني حصل ظرف كده، فانا تخيلت ان علاء هيزعل جدا وزعلت قوي ان انا ما روحتش، يعني ما كنتش اعرف ان الفرح في القلعه. فلما كلمته لقيته في منتهى يعني الادب والاخلاق، اني ما حصلش اي حاجه والله يا سيدي علاء، ما كنتش حابه ابدا اسيبك في اليوم ده، وكان نفسي اكون معاكم كلكم فسامحني. لقيته مش زعلان خالص، يعني قلت له انت شلت من عليا قلق ان انا يعني كنت عايزه اكلمك لحسن تكون زعلان. لقيته مش زعلان وبسيط، هو زي ما هو، هو علاء في دي خلقه يعني. فربنا يرحمه ويحسن اليه، وهو انسان جميل. واجمل حاجه النهارده يعني شفتها على السوشيال ميديا وفي الجامع، قد ايه ناس بتحب علاء لعلاء. صحيح، دي لوحدها حاجه جميله جدا. يعني انا اثرت فيا دموع حميد جدا، حميد الشاعري كان بيبكي بكاء. والله يا حميد امبارح اول واحد كلمته لما عرفت الخبر، وبكى بكى لدرجه ان انا بكيت وراه، لاني انا كنت فاكره موضوع هزار. يعني انا قلت ايه السخافه دي، مين اللي كاتب كده؟ وبعدين رحت كلمت حميد في الحال، لقيته بيبكي بيقول لي انا نازل رايح له. قلت له هتروح دلوقتي يا حميد الساعه 1 هتعمل ايه؟ قال لي هقعد جنبه، هقعد جنبه، انا مش هسيبه. و يعني هي بصراحه ده اللي انا عاهدته من الناس دي كلها، يعني احنا المجموعه دي كلها، يعني احنا الحمد لله بفضل الله كلنا كده. بس يمتاز علاء علينا بانه انسان هادي وساكت وما بيتكلمش وما بيشتكيش، فهو في ميزات عننا كتير بصراحه. الله يرحمه يعني. ربنا يرحمه. بشكرك يا حنان. يعني ما بين كلام حنان ومنى وهشام عباس مفيش كلام تاني يتقال. اسمعوا علاء عبد الخالق، ارجعوا اسمعوا، دوروا على الاغاني دي، اغاني تخص جيلنا يمكن احنا كنا بنحبها، كنا مرتبطين بيها، كنا بنكبر عليها، كنا صغيرين لسه يا دوبك في بدايات الجامعة وهو كان نجم. الأصدقاء دي كانت فرقة عظيمة بالنسبة لنا، وكانت حلم أي حد أنه يا هروح حفلة للأصدقاء، أو علاء هيجي يغني لنا في الجامعة، أو هشام هيغني العلاء. يعني كانت أحلامنا وإحنا شباب. اسمعوه يعني، ادعوا له طبعاً زي ما زوجته وصت، واسمعوا، ارجعوا دوروا على اغاني علاء عبد الخالق الجيل الجديد اللي ما يسمعش عنه. ارجعوا اسمعوا الاصدقاء، ارجعوا اسمعوا علاء عبد الخالق، هتلاقوا مزيكا حلوه وهتلاقوا كلام حلو وهتلاقوا علاء عبد الخالق اللي كلنا حبيناه، ربنا يرحمه. نرجع لاخبارنا تاني. والمنتخب الاولمبي لكره القدم فاز على غينيا 1-0، وهكذا تأهل لأولمبيكس باريس 2024. معنا على الهاتف أستاذ حسن مستكاوي الناقد الرياضي. مساء الخير يا أستاذ حسن. مساء النور يا لميس، أهلا بيكي. يعني المنتخب الأولمبي، يمكن إحنا دايما بنتابع المنتخب الأول، ولكن المنتخب الأولمبي أنت شفت الأداء إزاي، وأهمية بقى أنه طلع الأولمبيكس؟ طب بس معلش الاول انا بعزي طبعا علاء، وفاة علاء عبد الخالق. علاء كان
يعني من برضو احنا يعني أيوة. كنا اصحاب كمان يعني الله يرحمه وربنا يغفر له ويبقى في الجنه باذن الله يعني يا رب يا رب. نرجع للكره. طبعا كويس ان احنا يعني وصلنا الفريق، بس النغمه بتاعت نغمتين بيتعملوا بقالهم مده يعني من ساعه ما البطوله دي ابتدت. احنا المهم الهدف الكبير ان احنا نروح باريس، ده مش الهدف الكبير، الهدف الكبير ان احنا ناخد البطوله ونروح باريس. دايما طموحنا ان احنا بنلعب على المركز الثالث، الهدف اللي يبقى نروح وخلاص الدوره الاولمبيه، ده مش كفايه من وجهه نظري. انا دايما بقول ان منتخب مصر وكره مصر لازم تبقى طموحاتها اكبر من كده بكثير، لازم نبقى عايزين وهدفنا ناخد البطوله ونروح كمان الدوره الاولمبيه. فاحنا دلوقتي متاهلين ل طبعا لنهائي. وهنلعب هنلعب الكسبان من مالي والمغرب. هيلعبوا النهارده الساعه 11 بتوقيت القاهره. وبالتالي احنا هدفنا الاساسي يجب ان يكون الحصول على بطوله افريقيا، مش بس التعاون اولمبياد يعني باريس. ما احنا لما ناخد البطوله احنا نوصل لدوره كاس العالم الاولمبيه. يعني لازم يبقى لينا الطموح الكبير ان احنا ناخد لقب كبير. نعم. انما طبعا اكيد احنا خدنا البطوله من 4 سنين. طبعا. طب ما ناخدها احنا ناخدها تاني. لا انا بس بفكر الناس، بقول للناس يعني احنا خدنا البطوله. بس طيب. يعني النغمه اللي كانت سائده من الاول البطوله ما ابتدت، احنا لينا الهدف مهم ان احنا نروح الالعاب الاولمبيه، بمعنى ان احنا لو خدنا المركز الثالث ده يبقى حاجه عظيمه جدا. لا احنا لازم طموحنا يبقى اكبر من كده. المهم يعني كويس ان احنا كسبنا النهارده. طبعا يعني شايف اداء الفريق كان عامل ازاي النهارده؟ انت عايز الصراحه يعني؟ الصراحه مش عاجبني. طب مش عاجبك ليه بقى؟ احنا نبقى احسن من كده، ولازم نبقى احسن من كده، ولازم نتعلم ازاي ندافع. احنا بندافع غلط. ما ينفعش ندافع على ال 18 بتاعتنا. صحيح جالنا فرص، جالنا فرصتين ثلاثه، بس حضرتك لو تشوفي ان يعني حمزه حارس مرمى المنتخب المصري تقريبا هو احسن لاعب في المنتخب. ده معناه ايه؟ شال كتير وتصدى لفرص كتير من فريق غينيا، وغينيا لو عندها لمسه اخيره كويسة لكن ممكن النتيجة تتغير. احنا في الكورة جيرينيا كانت احيانا بتعمل الضغط العالي، احنا ما بنعملش الضغط العالي. يمكن عملناه في ماتشات اللي قبل كده في بعض الفترات، انما النهاردة الهدف المبكر. انا افهم لما يجي لك هدف مبكر في الدقيقة الثامنة تبتدي اعصابك تبقى احسن، تبتدي تلعب كورة احسن، وتبتدي تتحكم في رتم المباراة، لكن ما تقعدش بعد كده 70 دقيقة أنت هدفك إنك تدافع عن الهدف اللي أنت جبته في الدقيقة الثامنة. ده مش كفاية الحقيقة يعني. يعني أنا بقول كده عشان أنا بغير على المنتخبات بتاعتنا، وعايز المنتخبات بتاعتنا يبقى ليها شخصية قوية وتلعب الكرة الجديدة. حكاية الدفاع ورا قدام ال 18 دي ده خطأ كبير جدا وخطر كبير كمان. يعني فريق غينيا كان عنده فرص حقيقيه، لكن طبعا هم ما بيعرفوش يتصرفوا قدام الجون، وده من حسن حظنا. هل المنتخب بتاعنا ده مظلوم؟ لانه المنتخب اللي فات بتاع الدوره الماضيه كان فيه مصطفى محمد واحمد فتوح ورمضان صبحي، يعني كان فيه لعيبه من الدوري الممتاز كتير. ده برضه فيه لعيبه كويسه، يعني فيه لعيبه انا بشوف انها يعني مميزه برضو. يعني في ابراهيم عادل، في محمد شحاته، في طبعا حسام عبد المجيد، في احمد عاطف، احمد نبيل كوكر، يعني لعيبه من اهلي والزمالك كتير. يعني من محمود صابر لعيب كويس جدا طبعا، وهكذا في لعيبه. بس يعني فكره ان احنا ندافع بعد هدف جبناه مبكر، احنا نحافظ على الهدف بس وندافع كمان. انا ماشي، انا موافق ان احنا ندافع، بس ندافع صح، ندافع من قدام. ما ينفعش تسيب الفريق المنافس بتاع اللي بيلعب قدامك
طول الوقت قدام الصندوق بتاعك، ما ينفعش، ده خطر جدا والله. انا مش عارف يعني، انا يعني وخاصه عارف لو احنا قابلنا المغرب يعني، وده ربما يكون الاحتمال كبير، الاحتمال الاكبر ان احنا هنقابل المغرب. ف صحيح يعني كانت فايزه على غانا 6-1 الماتش اللي فات، مش قليل. اه طبعا المغرب، لا ما منتخب المغرب كمان فرقه كويسه. طيب يعني لازم تبقى عندك شخصيه قدام المغرب. لو احنا يعني طبعا البطوله الافريقيه مهمه، ولكن بما اننا صعدنا للاولمبيكس دايما هيبقى في ثلاثه يقدر يختارهم المدرب فوق السن، لو عندك الاختيار ده استاذ مستكاوي تختار مين؟ هختار محمد صلاح طبعا. لا بقى محمد صلاح مش ده، ما هو طلبناه المره اللي فاتت بس ما بيروحش الاولمبي. انت حضرتك بتقولي لي هتختار مين؟ هتختار مين صلاح. طيب ماشي، غير باش محمد صلاح موجود وقول مش هختار محمد صلاح. طيب غير محمد صلاح طبعا. ومصطفى محمد. مصطفى محمد طبعا يعني. والتالت؟ لا مبدئيا يعني، ونشوف بقى حد ثالث يعني، بس دول اهم اثنين. تفضل جول كيبر ولا تفضل لعيب؟ والله حمزه كان كويس الحقيقه يعني افضل لعيب يعني. حمزة متهيألي واخد ثقة بعد البطولة دي. أفضل لعيب ثالث ولعيب وسط ملعب كمان. وسط ملعب، طيب ماشي. عموما خلينا نشوف الأول بطولة أفريقيا وبعدين بقى الأولمبيكس دي العام المقبل. شكرا أستاذ حسن المستكاوي الناقد الرياضي الكبير طبعا. خلونا نذهب إلى الأخبار السياسية ومصر. طيب نروح لجنين اولا، والبيانات الان تتحدث عن بدء انسحاب القوات الاسرائيليه من جنين، من مخيم جنين. النهارده كان في يعني استمرار للعدوان، تصاعد للعدوان الاسرائيلي، زياده في اعداد الشهداء، وصلوا ل 11 شهيد وعدد اخر من المصابين. على الجانب الاخر في تل أبيب عملية دهس فلسطينية يعني أعلنت حماس مسؤوليتها عنها وأدت لوقوع 10 مصابين بينهم 3 في حالة خطيرة. الجامعة العربية عقدت اجتماع غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين، وأعلن مجلس الجامعة مخاطبة أعضاء مجلس الأمن تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية. ابتدينا بقى نشوف إدانات دولية، ولكن عاملة ازاي الإدانة؟ نصها من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، كل إدانة تبتدي بكده، ولكن يعني ندين العنف يعني كلها إدانات مشروطة تبدأ بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولا يوجد حق فلسطين في الحياة، ولا يوجد حق فلسطين في مقدساتهم، ولا يوجد أي حق فلسطيني. هو احنا بنبتدي الجملة دايما سواء في الكلام اللي طلع من بريطانيا أو من أمريكا أو من أي دولة أو مؤسسة دولية أخرى، تبدأ بالحق الإسرائيلي في الدفاع عن أمن إسرائيل، وهو تصريح وكأنه تصريح ضمني بالقتل. طبعا محمود عباس والقيادة الفلسطينية مستمرة في يعني في طلب من المجتمع الدولي بوقف التهديدات ووقف يعني العدوان الإسرائيلي. وزير رئيس الوزراء البريطاني قال لك نحث الجيش الإسرائيلي على ضبط النفس في عملياته العسكرية ونؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أوضحنا مرارا لإسرائيل معارضتنا لأي توسع استيطاني وطلبنا منها التراجع عن سياستها الاستيطانية. نفس الشيء أمريكا قالته، تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها مشددة على ضرورة حماية المدنيين. يعني كلها بيانات الحقيقة، أقل ما أستطيع أن أقوله أنها تصريحات بحق إسرائيل في القتل، في قتل المدنيين، في قتل الفلسطينيين، بدعوى أنها ذاهبة لقتل من اعتدوا على إسرائيل. الكلام الجيش الإسرائيلي منذ قليل، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال العملية العسكرية في جنين لم تنتهي بعد، وأنه العملية الإسرائيلية ممتدة، رغم طبعا كل البيانات اللي بتقول أنه هناك مغادرة لقوات الجيش الإسرائيلي من جنين. وأيضا تصريحات بأن احنا وزير الدفاع
الإسرائيلي قال عملياتنا العسكرية في جنين سنكررها كلما دعت الحاجة، وكل من سيحاول إيذاء الإسرائيليين سنصل له ونعتقله. عدد القتلى الفلسطينيين وصل منذ قليل إلى 12 قتيل. ورويترز قالت منذ قليل مجلس الأمن سيجتمع الجمعة بشأن العنف في الضفة الغربية. معنا على الهاتف العميد خالد عكاشة مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية. يعني ردت المقاومة الفلسطينية، ردت حماس بعملية الدهس، وقد تكون هناك عمليات لاحقة، وحماس قالت هذه لن تكون النهاية، والعمليات الإسرائيلية مستمرة. إذن أين نتجه، إلى أين نتجه الآن؟ يعني تحياتي لحضرتك أستاذة لميس والسادة المشاهدين جميعا. أعتقد أن احنا بنتجه إلى تهدئة مؤقتة. الأخبار التي تفيد بمغادرة قوات الجيش الإسرائيلي إلى مخيم جنين أعتقد أنها أخبار صحيحة، وتأكدت بمغادرة حتى المرحلة الأولى إذا جاز التعبير، محاولة إسرائيل أن تهدد عبر التصريح بأن العملية لازالت ممتدة وأنها ستقوم بمعاودة مهاجمة المخيم مرات قادمة، هو نوع من أنواع الترويج الداخلي للرأي العام الإسرائيلي، لأن إسرائيل محلك سر لم تحقق شيء رغم هذا الانتهاك الجسيم وعمليات القتل والهدم والقصف بالطائرات، في ظل موقف دولي كما أشرت حضرتك، موقف دولي متخاذل للغاية وموقف مراوغ بشكل كبير، ويمرر فقط تصريحات إعلامية لكنها ليست مواقف سياسية حقيقية، هي تطلق اليد الإسرائيلية لممارسة كل أشكال الانتهاك، هذا أمر واضح للعيان تماما. الجانب الفلسطيني أعتقد أنه عبر عن نفسه بعملية اليوم، وأظنها لن تكون العملية الأخيرة، هذا أمر واضح تماما. سيكون هناك ردود منطقية وطبيعية بعد هذا التوغل الإسرائيلي. الفلسطينيين جميعا يعني تعهدوا بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية وفق المتاح والمستطاع بالنسبة لهم، استخدام سيارات لعمليات دهس أو طعن عشوائي هنا أو هناك، محاولة إثارة الرعب والقلق لدى المجتمع الإسرائيلي، هذا أمر يعني لا يجد الفلسطينيين بد إلا من ممارسته، وخاصة على مستوى مدن الضفة الغربية التي هي قريبة من المدن الإسرائيلية بشكل كبير ولها طيب. تكتيك وأداء مختلف عن قطاع غزة. في ظل هذا الموقف الدولي المتخاذل، والحقيقة الجامعة العربية يعني أدائها ما كانش أعظم بكتير، حذرت من تفاقم العنف وغيره، وقالت هنذهب للأمم المتحدة. يعني دور المصري، وهنا بنعول دايما على الدور المصري كدور عربي رائد في هذه القضية ودولي، يعني هنا مصر بتبقى راس الحربة في الوصول إلى تهدئة، ويعني شوية محاولة رفع القصف والضغط العنيف على الشعب الفلسطيني. ماذا يحدث؟ ماذا تقوم به مصر الآن؟ احنا كلمنا امبارح على ده، هل لديك معلومات عن مفاوضات مصرية، عن محادثات مصرية إسرائيلية؟ ماذا يحدث؟ يعني اعتقد ان يعني كي لا نجلد انفسنا ولا نجلد مؤسساتنا الدبلوماسية والسياسية، جامعة الدول العربية لا تملك استاذة لميس سوى ان تصدر مثل هذه المواقف. يعني هي هتخاطب المجتمع الدولي، وهناك مسارات عديدة، هي بيت للدبلوماسية وللسياسة، ويمكن أن تمارس الكثير، وأعتقد أنها تستطيع أن تمارس عمليات ضغوط حقيقية. والدولة المصرية أيضا في مسائل الوساطة والضغط على الجانب الإسرائيلي اليوم، هي يعني تنظر بقلق بالغ لهذا التحول في أداء الحكومة الإسرائيلية، لطالما نجحت الجهود المصرية مع حكومات إسرائيلية يعني أقل تطرفا وتعصبا، لكن عندما نتابع ونشاهد اليوم الوزراء الإسرائيليين وهم
يدعون كل الشعب الإسرائيلي لحمل السلاح. احنا قدام موقف شديد الخطورة وشديد الدقة والحساسية. الجانب الإسرائيلي بعملية جنين أعتقد أنه أطلق الرصاص على قدميه بتخليه عن كل الأعراف وعن كل قدرة للتواصل مع دول مهمة في المنطقة مثل مصر والأردن. كان لديهما رؤى طرحوها في مؤتمر أو في اجتماعات العقبة وبعدها شرم الشيخ. كان هناك أفق لفتح مسار سياسي حقيقي من الممكن أن تنجح فيه مصر بتقديم رؤى تستطيع تحقيق الأمن للطرفين. لكن الجانب الإسرائيلي يبدو أنه حسم أمره في الاتجاه والمضي نحو القضاء على أي فرصة لحلم الدولة الفلسطينية أو تنفيذ الشرعية الدولية ممثلة في القرارات الأممية وغيرها. هذا توجه لحكومة يجعل الأطراف جميعها يعني أظن مساحات الحركة أمامها أضيق بكثير جدا مما يمكن. صحيح أن وده يخليني أقول لحضرتك أنه إذن العقبة شرم الشيخ خلاص يعني تم القضاء تماما على كل المحاولات للجلسات الأمنية والجلسات السياسية اللي كانت في العقبة وشرم الشيخ، لن يكون لها ثالث، خلصنا يعني. وأنا فاكرة احنا كنا اتكلمنا أنا وحضرتك لما قلت لك إنه تصريح وزير الأمن الإسرائيلي قال ما حدث في العقبة يبقى في العقبة، هو نفذ ده، ما حدث في العقبة بقي في العقبة، ما حدث في شرم الشيخ بقي في شرم الشيخ، ولا حاجة للعقبة وشرم الشيخ. وإسرائيل يعني ردمتهم بالتراب خلاص. يعني أعتقد إسرائيل هي الخاسر الأكبر بالتقييم الاستراتيجي، هي خسرت العقبة وشرم الشيخ بامتياز. الجانب المصري والجانب الأردني وجامعة الدول العربية لم تخسر شيئا، هي قدمت رؤى ناضجة لإمكانية الخروج من هذا المأزق. عندما نستمع إلى بن غفير وهو يقف في موقع الحادث، حادث الدهس والطعن الذي وقع في تل أبيب، وهو يصرخ من الرعب ويدعو كل الشعب الإسرائيلي لحمل السلاح، كما أشرت حضرتك، يا دولة تطلق النيران على قدميها، لن تتمكن إسرائيل من كسر إرادة الشعب الفلسطيني، هذه معادلة أزلية لن تستطيع تجاوزها حتى لو حمل الشعب الإسرائيلي كله السلاح. لنا أن نتخيل أن تكون دولة وزراءها يدعون الشعب لحمل السلاح من أجل الدفاع عن النفس. هذا أمر يعني من أي من الشعوب العالم تستطيع أن تعيش حياة على هذا النحو؟ وهي مشهد صنعته التطرف الإسرائيلي وصنعه التشدد. سؤالي الأخير، إذا صدق وكان دقة خبر رويترز أن مجلس الأمن سيجتمع الجمعة بشأن العنف في الضفة الغربية وجنين، تتوقع حاجة من اجتماع مجلس الأمن ولا فيتو أمريكي وفي النهاية هو مجرد اجتماع؟ أعتقد أنه مجرد اجتماع سيتم تفريغه من مضمونه كالعادة، حتى ولو خرج بإدانة قصف إسرائيل للمدنيين بالطائرات، المدنيين الفلسطينيين بطائرات الجيش الإسرائيلي وبالمسيرات، لكن مسألة تفهم الدفاع عن النفس هذا أمر ينزع كل ما يمكن تصوره من موضوعية وعقلانية للمجتمع الدولي. شكرا. وناطق باسم الجيش الإسرائيلي سيادة العميد دلوقتي قال أعلن مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها خلال العملية العسكرية، لن تشعر إسرائيل بالأمان ولن يشعر مواطن إسرائيلي بأي أمن طول ما هم رافعين السلاح على الفلسطينيين. عيشوا بقى انتوا، موتوا على فكرة، ويجي جيل ورا جيل ورا جيل حامل السلاح. طول ما انتوا بتهددوا الناس في حياتهم وبتهددوا الاطفال وبتقتلوهم، هيرجعوا يقتلوكوا تاني اجيال ورا اجيال. طول ما في احتلال في مقاومه. جنين هي الجنين دي يعني نتيجه الاحتلال، فامن اسرائيل ايه اللي بيتكلموا عنه؟ شكرا سياده العميد خالد عكاشه. معانا ايضا كاتب العربي المتخصص في الشؤون، الكاتب المصري المتخصص في الشؤون العربيه العزب الطيب الطاهر. ماذا حدث في الجامعه في اجتماع المندوبين النهارده سيد طاهر؟
الاجتماع كما تعلمين عقد بناء على طلب فلسطيني بالتنسيق مع كل من مصر والأردن وهما الظهير القوي لفلسطين، وعقدت على مستوى المندوبين التأمين اجتماع طارئ كما نعلم، وبدأ الاجتماع برئاسة السفير محمد مصطفى وهو المندوب المصري الدائم لأن مصر رأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، وبدأ الاجتماع بكلمة الحقيقة قوية لأنه على يعني في مستهل الكلمة أكد أن سلطات الاحتلال تضيف بالعدوان على جنين خطأ جديدا فوق أخطاء عديدة متراكمة متمثلا في جريمة جديدة سال فيها الدم الفلسطيني بما ينذر بعواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار، وهذا يتفق مع ما ذكرتيه قبل قليل بالولوج غير المحسوب في دائرة العنف التي يكون فيها الكل خاسرا بما فيها وحسب تعبير الشعب الفلسطيني. ورأينا يعني بعد ساعات من العدوان على جنين يقوم شاب فلسطيني باختراق كل المنظومة الأمنية وفي تل أبيب ويقوم بإطلاق الرصاص ودهس أكثر من 10 إسرائيليين، وكما ذكرت الآن قتل جندي منهم بعد إصابته، وبالتالي العملية ستتواصل إن لم يقتنع الاحتلال بأهمية الانسحاب. على أي حال نعود إلى مجلس الجامعة العربية، الكلمات السفراء تقريبا كلها كانت متفقة على أهمية إدانة العدوان والتحذير من تداعياته في جنين سواء على فلسطين أو على المنطقة أو حتى على السلام العالمي. لكن جاء البيان الختامي للاجتماع أو القرار الختامي للاجتماع يبلور رؤية مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين التأمين وحتى على مستوى الجامعة ككل. الاجتماع يعني في حقيقته صحيح ندد وأدان العدوان على جنين، لكنه اتخذ أو قرر مجموعة من الخطوات التي تبدو عملية ولكنها كلها تصب في منحى التواصل مع صناع القرار الدولي سواء في مجلس الأمن في العواصم الكبرى، وقرر يعني إرسال أو تشكيل وفود للقيام بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل في هذه العواصم والتواصل مع مجلس الأمن لحثه على تنفيذ قراراته. وهنا تكمن القضية. لاحظي أن كل قرارات مجلس الأمن صدرت فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال أو فيما يتعلق بالاستيطان تعلق بكل ما يتعلق بكل مفردات القضية الفلسطينية لم تنفذ، بينما أي قرار يصدر ضد أي دولة أخرى ينفذ. هذه إشكالية كبرى في الفكر السياسي سواء الدولي أو حتى الغربي. لا هي يعني الازدواجية المعايير القرارات دي بنعمل بيها مراكب. لا يعني أنا أتجاوز هذه مسألة الزوجية في المعايير إلى وجود خلل في البنية السياسية للفكر الغربي، خلل واضح تماما رغم كل ما يدعونه مجلس الأمن طيب رغم كل ما يدعونها من تطور ومن تقدم، لكن في هذه النقطة بالذات مع الكيان الصهيوني. السؤال بقى لماذا لم ينعقد هذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية؟ يعني أنا حسيت أنه يعني مع احترامي لمستوى المندوبين ولكن هذا هو المستوى الأدنى، لماذا لم تطالب الفلسطين أو الدول العربية أن يعقد هذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية ليكون له شأن أكبر؟ يعني أنا في تقديري المسألة مرتبطة بالزمن، يعني العدوان بدأ يعني انطلق بالأمس وفي اليوم التالي، وطلبت فلسطين هي عقد الاجتماع على هذا المستوى، لأن اجتماع وزراء يتطلب ربما يستغرق الوقت لإعداد الاجتماع ربما أكثر من أسبوع، وهو ما هو ما يمكن أن يفقد يعني المومنتم، وبالتالي أنا يعني حتى لو كان على مستوى هو يعبر عن مجلس الجامعة، مجلس الجامعة هو مستويين، مستوى المنظمين التأمين ومستوى وزارة الخارجية. على حال القرار يعني كان واضح في المسألة المطالبة بالتواصل عبر يعني التحرك دبلوماسي عربي متعدد المستويات سواء عبر اللجنة الوزارية العربية، هناك لجنة وزارية عربية شكلها سكرت القمة العربية الأخيرة في جدة مكلفة بالتحرك دوليا لتوفير الحماية الدولية لشعب الفلسطيني، كلفت هذه اللجنة بالتحرك باتجاه مجلس الأمن، وأيضا إذا فشل مجلس الأمن وأخفق في اتخاذ قرارات سيتم اللجوء إلى الجمعية العامة لعقد ما يسمى بدورة مستأنفة عن دورة استثنائية للجمعية العامة، دي مفردات يعني قانونية تتعلق بمنظومة الأمم المتحدة، لكنه دورة استثنائية حتى يتم عرض يعني مطالبة الجمعية العامة باتخاذ قرارات
لتنفيذها فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال الصهيوني ثم منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. شكرا كاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر متخصص في الشؤون العربية. ويبدو أن المشاهد الفلسطينية بقت معتادة بقالنا كم سنة من 48 يعني. مشاهد أصبحت معتادة، مشاهد القتل، مشاهد الدهس، مشاهد الاعتداء، مشاهد الافتراء بقت مشاهد معتادة جدا أجيال وراء أجيال. الاحتلال الوحيد الباقي في العالم كله واللي باقي تحت يعني تحت مظلة وسمع وبصر العالم وموافقة العالم أن إسرائيل من حقها أنها يعني تحافظ على أمنها، ومصوغات القتل مقدمة. مجلس أمن بقى جامعة عربية في النهاية ونفس الشيء. في احتلال في مقاومة، طول ما انتوا محتلين أرضنا طول ما هتعيشوا في جحيم مستمر وفي تهديدات أمنية مستمرة. مصر وتركيا أعلنت النهاردة عن رفع مستوى العلاقات، كان أعلن ذلك من قبل ولكن النهاردة الخبر هو تعيين السفراء لأول مرة من 10 سنوات. تم مصر رشحت السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة. السفير التركي الجديد يعني على طول عمل تويتة وقال ان هو سعيد بان بلاده رشحته للعمل في مصر، وقال ان هو اود ان اعرب عن امتناني وشكري للثقة الدائمة التي منحها لي رئيس الجمهورية التركي ووزير الخارجية، واسأل الله التوفيق. السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، اقتصاديا ماذا يعني خلاص وجود سفراء ورفع التمثيل الدبلوماسي، ماذا يعني ذلك على الأرض؟ لا يعني هو عاوز أوضح نقطة مهمة، وهو أننا لم نقطع العلاقة بتركيا. عندما سحبنا السفراء السفير عبد الرحمن الصلاح سحبنا، وظل رسميا هو سفير مصر في تركيا المنسحب، لأن البيان اللي صدر عن وزارة الخارجية في ذلك الإجراء قال إن تركيا دولة إسلامية شقيقة لنا بها أوثق الصلات، وأن آلاف العائلات المصرية عندها أصول تركية وآلاف العائلات التركية عندها أصول مصرية، واختلط الشعبين مختلطان طول الوقت، وإحنا كلنا نعرف إن عندنا كثير من إخواتنا في مصر من أصول تركية. أنا بضرب مثال صارخ، إن أنا عملت في بوخارست مع السفير شمس الدين عارف ماردين، وكان مدير البروتوكول في الخارجية التركية، وبعدين وهو طلع معاش فعاوز يرجع مصر وقال دي بلدي أنا ماليش معرفش تركيا دي بس الجنسية. ومن المدهش أن شقيقه كان وكيل وزارة الزراعة المصرية. ده شكل العلاقات الموجودة. نيجي اقتصاديا، كما سألت حضرتك أن برضو من الأشياء الطيبة اللي بتقعها السياسة المصرية وبتستجيب لها كثير من الدول الشقيقة، ان لما بيحصل خلاف سياسي بشكل ما بنجعل الخلافات السياسية لا تؤثر على وضع العلاقات الاقتصادية، فما زالت العلاقات التجارية بين مصر وتركيا ما زالت قائمة، ما زالت عند مستويات جيدة. الاستثمار التركي في مصر قائم، بعض المصريين بيستثمروا في تركيا الى اخره. لكن بالتأكيد ان المناخ هيتحسن، هتبقى فيه نوع من المجاملة بين أشقاء. لحظي أو عاوز أذكرك أن في إطار المؤتمر الإسلامي إحنا أنشأنا مجموعة اسمها D8 اللي هم الدول النامية الثمانية، دي أكبر دول إسلامية من مصر وتركيا باكستان ماليزيا إندونيسيا، وهي الدول الإسلامية الصناعية، وعملنا سوق مشتركة صناعية وابتنينا نفكر في تأسيس مشروعات مشتركة بين هذه الدول الثمانية. إذن سنعود إلى تقوية هذه الاتفاقيات، وبالتأكيد أن ده هيعمل طفرة كبيرة في العلاقات المصرية التركية. أيضا تركيا محتاجة مصر، لأن مصر سبقها في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ولنا فيها كما تعلمي يعني تاريخ طويل، ولنا خبرات كبيرة بنتبادلها مع أشقائنا حيثما
يريدون. لكن لا هي الارقام كمان بتتكلم على زياده، يعني 2022 عندنا زياده 14% في التبادل التجاري بين مصر وتركيا، يعني وحزيد ان شاء الله، وحزيد ان شاء الله، لان الان اصبح رفع الحرج. انا شخصيا نعم. لما اجي حد يقول لي تعالى النهارده تركيا، خلاص اقدر اروح، وانا كثير السفر الى اسطنبول او انقره في مؤتمرات. في اثناء توقف العلاقات وسحب السفراء بيكون هناك حرج. النهارده لا خلاص، صحيح، هتنطلق العمليه. واتصور ان اما الرئيس التركي هيجي لنا، هيكون معاه طبعا مجموعه من رجال الاعمال. رجال الاعمال عندما يجتمعون مع بعضهم البعض ضروري بيولدوا مشروعات ومصالح كثيره، كل ده في صالح البلدين والشعبين. شكرا، بشكرك سيد سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. إذا نتوقع يعني تطور لهذه العلاقات الاقتصادية، في استثمارات تركية كمان في مصر كبيرة، يعني غير أن الصادرات إلى تركيا زادت بمعدل حوالي 32%، لكن أيضا هناك استثمارات تركية في مصر كبيرة، يعني واصلة برضو بنسبة معدل ارتفاع 30% في العام من 20 لـ 21، او من 21 لـ 20، او من 20 لـ 21، في زياده 30%. يعني عندنا يعني صحيح انها استثمارات هزيله، 179 مليون دولار فقط، او لكنها برضو عندها في استثمارات مصريه في تركيا، وهناك تحويلات للمصريين العاملين بتركيا حوالي 21 مليون دولار في العام المالي 2021، وده برضو زايد عن السنة التي سبقتها حوالي 30%. خلونا نشوف هذه المعلومات عن العلاقات المصرية التركية ونخرج فاصل ونواصل هذه الأخبار. الأدوية، رئيس الوزراء النهاردة اجتمع مع وزير الصحة والمسؤولين المعنيين لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية. كان معاه مستشار رئيس الجمهورية أيضا لشؤون الصحة الوقائية، رئيس هيئة المصرية للشراء الموحد، رئيس هيئة الدواء المصرية، ونائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي. عندنا مشكلات في توفر الدواء، سببها ايه؟ سببها قلة الدولار، عدم توفير الاعتمادات اللازمة لاستخراج المواد الخام من المواني. غرفة صناعة الدواء وكل الغرف القائمة على هذه الصناعات كانت حذرت قبل ذلك. كان في عدد من الاجتماعات عقدت مع مجلس الوزراء لتوفير الدولار علشان يبقى في حصة شهرية، سواء بالنسبة لاستخراج المواد الخام أو الأدوية
الأساسية سواء الكاملات الصنع أو المواد الخام اللازمة للصناعة أو ما يتعلق بالمستلزمات الطبية. المبالغ من الواضح أنه لم يتم تدبير نتيجة أزمة الدولار، لم يتم تدبير المبالغ اللازمة. خلوني أقول لكم طيب اجتماع النهاردة حصل فيه إيه وبعدين نتكلم عن الأزمة. الاجتماع خرج منه أنه أهمية تدبير الاحتياجات اللازمة من المستلزمات والتجهيزات الطبية لوزارة الصحة والهيئات التابعة لها. في مقدمة هذه الاحتياجات مستلزمات المعامل، أمراض الكلى، السمعيات، الأوعية الدموية، الجراحة، القسطرة، بنوك الدم، المفاصل، المخ والأعصاب وغيرها، ومستلزمات المركز القومي لنقل الدم واحتياجات الأدوية المختلفة. أيضا متابعة الأرصدة الحالية للمستلزمات الطبية. احنا عندنا أدوية وعندنا مستلزمات طبية. مستلزمات طبية دي بقى اللي محتاجينها في جراحات الصدر، القسطرة، القلب، الغسيل الكلوي، جراحة العظام، الرمد وغيرها. والتنسيق مع البنك المركزي بهدف الإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية. معي على الهاتف الدكتور جمال الليسي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات. أنا شفت البيان ده مثلا 3 مرات قبل كده دكتور جمال بنفس الصيغة. كلمني أولا عن الأزمة الموجودة حاليا اللي أنا شخصيا حاسة بيها. هل هناك أزمة في صناعة الدواء؟ هل هناك أزمة في عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المصري؟ أكيد عندنا. مساء الخير أولا يا أستاذ رميس، حضرتك والسادة المستمعين والمشاهدين. أكيد في أزمة. إحنا عندنا تقريبا حوالي 30% من الأدوية فيها نواقص نتيجة أنه ما فيش تدبير للإفراج عن شحنات الخامات الدوائية اللي هي لازمة عشان الإنتاج. تقريبا المصانع دلوقتي شغالة بنسبة في حدود الـ 70% من طاقتها، وده طبعا هيأثر مش بس على نقص دواء، لا كمان هيأثر على اقتصاديات المصانع والعاملين فيها. الحقيقة دولة رئيس الوزراء مهتم جدا بالموضوع دوت، وأنا شخصا حضرت مع حضرته عدة وزراء عدة اجتماعات. النهاردة التقرير اللي سمعته من الإفادة اللي جات لي من بعض السادة الوزراء أنه إن شاء الله في وعد بإذن الله إن شاء الله أن يكون في تدبير للمبالغ المطلوبة، والبنك المركزي وعد بكده في خلال الفترة القادمة. وكان سبب انت عارفة كان في إجازة العيد وكده، ودي أثرت بعض الشيء، وأكيد طبعا في السيولة ما هياش برضو كما ينبغي. طيب خليني أولا أسألك على إيه النواقص. بتقولي إن في نواقص في 30% من الأدوية ناقصة، في أدوية قولون ناقصة. يعني أنا مثلا بدور على سبازمو كان كل السبازموات ما بلاقيهاش. حضرتك قلتي هي أدوية القولون، أدوية الغدد، الغدة، بعض أدوية المضادات الحيوية، بعض أدوية السكر. النهاردة حتى موصيني أنا بدور له على دواء سكر معين. لا في أدوية الحقيقة، وإن شاء الله هتتحل بإذن طيب الله. طيب ماذا عن المستلزمات الطبية؟ إيه النواقص في المستلزمات الطبية؟ المستلزمات أنا أقدر أقول لك إن فيها شبه تأمين أكتر شوية من الخامات، علشان دي لايف ثريتنينج زي ما بنقول طبعًا. يعني مهددة للحياة، فدي فيها الحمد لله تأمين أسترات والحاجات دي كلها، دي مهمة أوي إنها تبقى موجودة، قرنيات والكلام ده كله ده مهم إن يكون موجود، دعامات الكلام ده كله بالظبط. بالظبط. طيب. بس إن شاء الله بإذن الله يعني أنا بطمن السادة المشاهدين والمستمعين وحضرتك إن إن شاء الله بإذن الله الأزمة دي هتتحل قريبا. إمتى بقى؟ يعني أولا حضرتك حضرت اجتماعات سابقة، كان الوعد بتوفير قد إيه شهريا؟ يعني أنتوا بتحتاجوا قد إيه شهريا من المواد الخام أو القطاع بيحتاج 250 مليون دولار شهريا. تم تدبير قد إيه؟ وده اللي دولة رئيس الوزراء قبل كده طالب بيه، والنهارده أيضا الكلام عليه على هذا الرقم. ما بين أدوية خامات دوائية، أدوية تمت الصنع، وبين مستلزمات. تم تدبير قد إيه؟ يعني بتحتاجوا 250 مليون شهرياً.
مليون شهريا. تم تدبير قد ايه؟ خلينا نقسم الموضوع لجزئيتين يا مدام لافيس. اولا عندنا حاجات توب ايرجنت دلوقتي اللي هي الحاجات اللي هي موجوده في المواني والمطارات، لان ديت لابد الافراج عنها سريعا، لانها اولا بتكلف شركات ارضيات في تاخير في دفعها على الموردين، وده بيعمل مشكله. دي في حدود 97 مليون دولار، ودي ان شاء الله ده اللي تم الوعد ان هي يتم تدبيرها فورا ان شاء الله. بعد كده شهريا هيبقى في 240 او 250 مليون شهريا. طيب انتوا توعدتوا بال 250 مليون دي قبل كده، اتدبر لكم كام؟ اتدبر في حدود 20% من الرقم ده تقريبا على مدار الشهرين اللي فات. 20% من الرقم ده على شهرين، على مش شهرين شهر يعني واحد. 10% كل شهر، يعني 10% من المبلغ ده كل شهر بالظبط كده. يعني وده يعني نفس الساده الزملاء من البنك المركزي اقروا بيه يعني. وانتوا يعني النهارده اتفقتوا على 97 مليون ان شاء الله باذن الله، اللي هم التوب ايرجنت، لان هم في المواني. لكن المواني ماذا عن ال 250 اللي كل شهر بقى؟ دوله رئيس الوزراء طالب ان هم دول يدبروا شهريا، فنأمل بإذن الله إن شاء الله يعني الأزمة تتحل وربنا يفرجها علينا كلنا إن شاء الله بإذن الله. شكرا دكتور جمال ليسي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات. يعني هو تأكيد دي تمنيات من رئيس الوزراء، يعني هو المهم من سينفذ، وبرضه يتمنى البنك المركزي. يعني أصل هي القعدة بتبقى إيه، أنا عايز ده يحصل، البنك المركزي بيقول له حاضر هحاول والله لما يكون عندي دولار. فبالتالي هي القصة مش إن في حد مش عايز يطلع الحاجة دي أو يوفر دولار، هو القصة إن ما فيش. يعني هو القصة إن هنا الدخل الدولاري ضعيف جدا، سواء من تحويلات المصريين في الخارج اللي هي خلاص تراجعت، يمكن قناة السويس الحقيقة هي اللي عاملة شغل عظيم في الفترة الأخيرة. فأنت عندك تراجع في الدخل الدولاري، ونحن في انتظار إعلان رئيس الوزراء المتوقعينه ما بين يوم والتاني إن هو يعلن عن 2 مليار دولار من المبيعات. المفروض إن في حاجات خلصت فعلا، والمفروض إن هو سيعلنها قريبا، فإحنا في انتظار ده. بس حتى لو معانا 2 مليار دولار، هو دول هيعملوا ايه؟ دول هيخلصوا في نص شهر مثلا من مش الأدوية بقى، من القمح والزيت والحاجات دي كلها، حاجات يعني البترول، يعني كلها أمور عاجلة وحالة. فلابد ان يكون في لونج تيرم بلان بس شوية، ان احنا هنخرج من الأزمة دي ازاي. احنا دلوقتي يا دوبك بنحاول نخلص 97 مليون دولار. فيعني دولة رئيس الوزراء زي ما قالوا في الاجتماع بيطلب، والبنك المركزي بيقول له حاضر ان شاء الله. يعني بس يعني هو لا البنك المركزي في ايده انه يطبع دولار، ولا رئيس الوزراء عنده مصادر دولار. فمنتظرين ان هو يعلن على 2 مليار ان شاء الله اهو يحلحلوا الازمه شويه. سطلانه، وسطلانه هي الاغنيه اللي فجاه اصبحت اغنيه التشجيع في الكره الاولى، واي خاصة للأهلوية، خاصة للأهلوية اللي أنا منهم. ليه بقى سطلانة بقت مهمة؟ سطلانة دي أغنية دعائية لفيلم نزل في إبريل، فيلم بعد الشر، ويعني ما كانش لا الفيلم ناجح قوي ولا الأغنية ناجحة قوي. الأغنية طبعا هي الفيلم كان بتاع علي ربيع وأسقس وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل، والغنوة غناها الرباعي، عبد الباسط حمودة الليسي، حمدي باتشان، حسن الخلعي، ومن كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو. طيب يعني سطلانة بقى إيه ما نجحتش قوي من أول إبريل؟ امتى نجحت سطلانة؟ نجحت سطلانة لما الأهلي فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، وبدخل الطاهر محمد طاهر كده، ووراه علي معلول والشحات وغيره، كانوا شايلين الستيريو كده معاهم السماعات، وهم بيغنوا سطلانة وماشيين في الممر بقى اللي هو كان فيه الصحفيين عايزين يسألوهم أسئلة، وهم بيغنوا سطلانة. ومن وقتها أصبحت سطلانة الأغنية الرسمية مش بس للنادي الأهلي، ولكن للمشجعين في العالم كله. دخلنا بقى في مشجعي الرجاء لما كانوا أمام أعتقد الوداد أيضا، راحوا غنوا لهم سطلانة. لما الرجاء المغربي
امام نهضه بركان غنوا، راحوا وكان دوري محلي غنوا لهم سطلانه. فوجئنا مثلا بلاعبي منتخب قطر لما كسبوا المكسيك في الولايات المتحده في منافسات الكاس الذهبيه غنوا لهم سطلانه. اكاديميه الناشئين في ريال مدريد غنت سطلانه. خلاص سطلانه يا جماعه بقت اغنيه دوليه، أغنية التشجيع الدولية. نشوف بقى ونفتكر ونشوف سطلانة في كل مكان في العالم، ده غير ان احنا بنغنيها لما نكون في شلة كده ويكون معنا يعني احنا بنبقى شلة أهلوية ومعنا زملكاوية بنغني لهم سطلانة برضو. نسمع سطلانة. سطلانة بقت أغنية التشجيع الدولية الأولى، هم يغنوها لاعبي الأهلي وربنا يكرمهم كده وفجأة تنتشر. قال معايا مؤلف الأغنية وملحنها المؤلف الغنائي مصطفى حسن والملحن كريم عاشور. مصطفى مساء الخير، خليني أبدأ بيك. يعني أنت كنت متخيل أن سطلانة أولا يعني إيه سطلانة والنبي يا أستاذ مصطفى؟ نبتدي بسطلانة يعني إيه؟ الأول مساء الخير على حضرتك مساء الفل وعلى كل مشاهدينك. والله بص سطلانة أنا مش محتاج أوضح المعنى، هو هي كلمة مفتكسة كده مستحدثة يعني، لكن هي معناها واضح جدا. أنا بكتب الغنوة على موقف جوه فيلم هم في مستشفى المجانين وكده يعني، فسطلانة يعني بره تركيزهم يعني المعنى واضح يعني. ناس مسطولين يعني حاجة كده يعني. شوية لكن هي خلاص بقى سطلانة يعني، لو أنا هحط عنوان بصراحة للي حاصل ده فهو كرم ربنا بس والله يعني. الأغنية طب بتقول إيه يا مصطفى؟ الأغنية بتقول إيه؟ الغنوه طبعا هو كل واحد بيقول جزء جوه الغنوه بيتكلم عن على حاجه في نفسه. هي انا مش عايز اقول كلام كبير بس على فكره على قد البهجه اللي فيها دي، لكن جوه الكلام فيه عمق يعني. انا واحد ما انا بتكلم بلسان المجنون ده بيقول يا دكتور شوف لي تصريفه ابوس ايدك اكتب لي روشته، انا جوايا حته نظيفه خدها ارميها في اي حته، نفسي اقطعها نفسي اقلعها زي ما بقلع الجاكيته، جيت ابيع حب ما حدش نفعني قفلت الدكان. يعني انا حتى حاولت امشي ما بين الناس بالحب مش عارف، بس بالفن المجنون ده يعني. يعني احنا خطوات الغنوه زي ما بعمل اي غنوه، بس هي دي بقى يعني الصراحه. طب انت الغنوه دي لما طلعت ويعني اربعه تقال اللي بيغنوها برضو يعني ليسي وباتشان ومين كمان وعبد الباسط التقيل قوي 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 الحكمدار يعني وحسن يعني حسن الخلعي، انت بتتكلم في اربعه تقال بيغنوها. انا هقول لحضرتك مفاجاه، احنا عرفنا ان الاربعه دول هيغنوها يوم الاستوديوهات. احنا يعني دي حاجه ما حدش يعرفها تقريبا، احنا عملنا الغنوه دي عشان خاطر علي ربيع يغنيها. انا والموزع وقماضي وكريم عاشور الملحن لما رحنا عند الباشمهندس فني محروس طبعا وش خير كمان يعني، تعاوننا في حاجات كتير وعيش بشوقك يعني ما بيننا بصراحه كيمياء كبيره يعني. احنا لما رحنا الاستوديو على اساس ان علي هيغني الغنوه، لقينا بقى الاربع نجوم الكبار دول، ولما حط صوتهم على الغنوه احنا اتفاجئنا كمان. ده يعني عبد الباسط، ده انت معاك عم عبد الباسط نفسه. يعني عم عبد الباسط اول ما غنى احنا كلنا بلمنا، خلاص سمعنا حاجه ثانيه بقى خلاص، فكانت دي بدايه الاستشعار كده ان هيحصل حاجه. طيب الغنوه، طب خليك معايا كده، انا معايا كريم ملحن كريم عاشور. يا كريم مساء الخير. مساء الفل، ايه الاخبار؟ ازي حضرتك؟ يعني اخباري ايه؟ سطلانه سطلانه يعني. والله الحمد لله وصلي يعني، هي جت من عند ربنا طبعا واحنا ما كناش متوقعين، وزي ما لسه بيتكلم مصطفى هي جت صدفه، حتى كل الفنانين المطربين تقال جدا غنوا واحنا ما كناش نعرف يعني. ما كنتش قاعد انا بعمل الاغنيه لعباسط ولا لحسن ولا الليثي ولا الحمد باتشان، لا ده انا كنت بعملها عادي جدا لعلي ربيع وفي اطار الفيلم. وطبعا الباشمهندس طبعا هاني محروس يعني طبعا بفضل ربنا في الاول وفي الاخر طبعا، والهندسه هو اللي كلم مصطفى وقال له عايزين نعمل حاجه مطرقعه لعلي ربيع، وجت صدفه كده هي جت كانت معانا بس الكلمه بتاعت سطرانه. هي سطرانه اللي كانت كنا احنا قاعدين بنهزر في مره ما انا ومصطفى وقماضيو، فعمال ما اعرفش بيقول لي ايه بتصدق عايزين نعمل حاجه اسمها سطلانه، بس انا هو قال سطلانه قلت انا قلت اوه سطلانه. قول لي بقى الحته، لان هو الحته دي لا سطلانه لانا هي كانت مكتوبه كده الحته دي ما هي دي اللي هو اللحن ده انت هو ده الافيه كله. هو هي يمكن هي الجمله الكاتش واللي كانت تفاعل يعني مصطفى ده. كتب الغنوة يعني مصطفى كتب سطلانه وانت لقطت بقى ولحنتها. هي والله يا استاذ لميس هو يا دوبك مصطفى قال بس سطلانه انا قلت
طالما بس قال لي حلوه وقمضي وكان قاعد معايا وشغالين ما نعرفش اصلا، قال لي حلوه خلينا نسجلها. انا قلت يهزروا بصراحه يعني، انا قلت ايه يعني، قلت حاجه كده طلعت فعجبتهم فكملناها بقى. جت بالصدفه في رمضان الفيلم بتاع بعد الشر طبعا الفنان علي ربيع طبعا، الناس طبعا فنانين كبار نجوم طبعا، فجت بالصدفه قال لي ما بقى تعالى نكمل نعمل تطلعنا دي بقى، فطلعت الحمد لله زي ما انت سمعت كده والحمد لله. احنا بنتكلم الغنوه في الاول، خليني اقول لك الحقيقه انت ومصطفى، هي الغنوه في الاول ما نجحتش قوي يعني، ما كانتش مفرقعه يعني ماشي يعني جايبه 2 مليون فيو على الفيديو كليب اوكي في العادي يعني في اللي هو في الطبيعي، لكن من ساعه ما النجم طاهر محمد طاهر اللي هو لازم تلحنوا له بقى وتكتبوا له بعد كده مسك السماعه وتغنى ستالانا لانا وحط بقى الفوطه وكده وابتدوا هو الشحات زي ما انت شايف وعلي معلول والكلام ده كله خلاص نطت في حته ثانيه. ربنا والله يا استاذ نبيل اقسم بالله يعني الواحد بيعمل اللي عليه واحنا كلنا عماضي ومصطفى بنحاول ان احنا نفكر ونعمل برضه حاجه مختلفه وفي نفس الوقت هو التوفيق بتاع ربنا. 13 مليون فيو لحد دلوقتي، ده غير الاف بقى الفيديوهات طبعا ملايين المشاهدات لانها نطت في حته ثانيه خالص. طب ارجع لمصطفى، مصطفى كنت متوقع انه تصبح هذه الغنوه هي اغنيه التشجيع الاولى بيغنوها ناس ما بيعرفوش عربي بيغنوها في ريال مدريد؟ حتى لو توقعت ان هي تنجح لكن عمري ما كنت اتوقع اللي حاصل ده خالص، انها تبقى دوليه انترناشونال خالص يعني، انا يعني ولا كان يخطر في بال حد فينا ابدا. والغنوه فعلا لما نزلت يعني عملت جو لطيف في الاول كده وبعد كده خلاص يعني هي ما حسيتش ان هي ممكن خلاص هتبقى يعني، قلت خلاص ممكن هتعدي بقى مرور كرام وخلاص. بس من بعد ما طاهر فعلا عمل كده الكلام ده كان يوم الاحد، يوم الاثنين الدنيا كلها بتتكلم على سطلان خلاص، بقى دلوقتي في محلات سطلانه، تيشيرتات سطلانه، وجبات سطلانه، افراح سطلانه، كل حته سطلانه. اللحن يا كريم كمان الحته اللي هي انت كتبت بقى سطلانه لانا دي بقى انت اللي الفتها ولا امادي ولا ايه؟ سطلانه وهي طلعت زي ما هي كده بعفويتها والله يعني، ما عدناش فكرنا جدا، طلعت هي او سطلانا وكملتها بقى لانا سطلانا. وبعد كده مصطفى اداني قال لي تعالى نكمل بقى اديك موضوع ونخلي الكوره في الجمله المصاحبه هي سطلانا يعني، نقول حاجه ونرجع نقول معرفش ايه خدت العلاجات وبخفف اعصابي معرفش ايه او سطلانا يعني بنفضل نخلين الجمله دي مصاحبه معانا في كل الجمل عشان دي الهوك اكتر يعني. والحمد لله يعني هي عملت شغل حلو جدا. تعرف ربك لما يشاور والله الحمد لله يعني بصراحة ربك لما يشاور بجد يعني الحمد لله والله يا استاذ يعني الواحد يحاول يتعب ويفكر بس ده مجهودكم ويعني لازم كلمتوا طاهر محمد طاهر برضو مش تكلموه تقولوا لكم شو تقولوا له شكرا يعني طبعا يعني طاهر عمل شغل وكاركتر جامد يعني حتى رهيب والشحات ومعلول لا اداء برضو اداء برافو يعني تحس ان الموضوع مرتب مع ان والله ما سمعت اللعيبه قالوا ان ما فيش اي حاجه كانت مجهزه على الاغنيه احنا ما نعرفهاش وتفاعلنا مع الاغنيه في نفس الحدث لما حصل احنا حبينا الاغنيه او سطلانه ده كان ما حدش كان سمعها اصلا ما شاء الله طاهر هو اللي كان يعني يعرف غالبا لازم هديه وجايزه لطاهر عشان هو نعمل له اغنيه طاهر وتعملوا له اغنيه يا مصطفى تعملوا اغنيه لطاهر بالذات يعني طاهر لوحده طاهر يعني ده طاهر خيره علينا شكرا والاهلي كله والاهلي ايوان والاهلي كله شكرا الاهلي طول عمره وش خير بصراحه وش خير شكرا المؤلف الغنائي مصطفى حسن والملحن كريم عاشور وعمدي وطبعا الموزع والحقيقه الاغنيه سطلانة اصبحت انترناشونال سطلانة الدوليه في كل مكان في كل الاستادات ده يعني التشجيع الرسمي لكره القدم اهلي يا جماعه لازم يؤدي إلى التشجيع الرسمي لكرة القدم. نخرج فاصل بقى وبعد الفاصل نتكلم عن المنشطات والمقويات وإزاي تعمل بودي بيلدينج ولكن دون أن تضر بصحتك لأنه أحيانا بعض هذه المنشطات والمكملات الغذائية قد تؤدي للوفاة. بعد الفاصل We'll be right back.
من يومين توفى لاعب كمال الأجسام الألماني الشهير جو ليندر. جو ليندر ما كانش عمره يتعدى 30 سنة. سبب الوفاة زي ما قالت صديقته، قالت إن هو أنوريزم أو تمدد في الأوعية الدموية، رابتشر يعني بيبقى انفجار في الأوعية الدموية، وكان عنده مشاكل في العنق. وكان الحقيقة طبعا لا يوجد شيء رسمي بيقول ان هو توفى بسبب المنشطات او المكملات الغذائية، لكن هو كان قال ان هو من فترة كان بيتناول هذه المكملات وتوقف عنها لمدة ورجع لها مرة اخرى. فمن هنا ابتدى الكلام وابتدى السيرتش في السوشيال ميديا وفي الاوساط الرياضية، طب ايه اللي ادى لوفاة لاعب كمال اجسام؟ عارف صحته اكيد، بيكشف عند دكاترة بشكل مستمر. ايه اللي ادى ده؟ هل المنشطات والمكملات الغذائية كانت سبب من اسباب التمدد في الشرايين او في الاوعية الدموية ولا لا؟ قبلها يعني جو ليندر مش الحالة الوحيدة من الرياضيين اللي بيتوفوا احيانا بسبب المكملات واحيانا باسباب اخرى. يعني جورج بيترسون برضو توفى سنه عنده 37 سنه، لوك وود عنده 35 سنه، دانيال الكسندر 31 سنه. في لاعبي كمال اجسام كثر توفوا وهم شباب، وكان اول سبب دايما في الصحافه هو المنشطات والمكملات الغذائية. هل يمكن أن تسبب المكملات الغذائية والمنشطات للوفاة؟ هل بعضها بيكون آمن؟ هل ممكن للدكاترة إن هم ينصحوا بتناولها؟ احنا بنتكلم في ده كمان في الصيف، واحنا داخلين بقى الشباب كله عايز يروح الجيم، عايز يعمل فورمة لجسمه، عايز العضلات يبقى شكلها كويس، السيكس باكس، كل الكلام ده مهم. شكل الشباب كتير بقى بيروح الجيم، ودايما في الجيم دايما في مكملات غذائية. يرجعوا لنا كده البيت بكده جار كبير او بطرمان ضخم كده يقول لك مكملات غذائية، انا كل ما اجي لي البيت ده اروح رميها مكملات غذائية، وغالية جدا على فكرة. النهاردة هنتكلم مع الدكاترة ومع ايضا المدربين، مدربين لياقة، ازاي نعمل جسم سليم، جسم رياضي، نعمل فورمة الساحل برضو ولكن دون خطر على الصحة. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، دكتورة ياسمين نور الدين استشاري التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين، الكابتن منير قنصو مدرب اللياقة البدنية، وكابتن كريم عبيد مدرب اللياقة البدنية أيضا. كابتن كريم، أبتدي بحضرتك، ازاي يعني، مش عايزه اقول ازاي، ولكن انوريزم ده اللي هو التمدد في الشرايين، هل ممكن ياتي من ايه؟ ايه اسباب؟ وانتوا اكيد بتتعرضوا ده وبتسمعوا عنه في اللياقه البدنيه وفي اللاعبين. بالظبط، هي اول حاجه بتقابلنا اللي هي الحاجات الوراثيه. بيبقى في ناس كتير عندهم مشاكل وراثيه عن طريق العيله بتاعتهم، او حد من قرايبه عنده مشكله معينه وبيبتدي يورثها معاه. طبعا لما بنيجي ناكل بطريقه غلط او ناخد مكملات غذائيه من غير ما نتابع مع دكتور، او طبعا نتجه للمنشطات، بيبقى معرض لريسك كبير، او لان هو بيعرض نفسه لخطر كبير انه يحصل له مشاكل صحيه بسبب ان هو اوريدي عنده حاجات وراثيه، او لو حتى ما عندوش وارد طبعا المنشطات تعمل له مشاكل، او لو هو ما بيمشيش الموضوع بطريقه مناسبة مع دكتور ان هو ياخد نظام غذائي كويس، او ياخد مكملات غذائية مع دكتور فاهم في الموضوع وجسمه كمان يكون محتاج. طبعا وطريقة التمرين بتفرق كتير جدا، يعني في ناس بحس ان هم بيجوا ياخدوا حاجات بتدي طاقة في التمرين ويخش يتمرن تمرينة بتخلي الهارت ريت عالي اكتر، فطبعا ده كله ممكن يعمل له مشاكل صحية مع الوقت، او هو ما بيبقاش حاسس كمان ان عنده مشكلة. وخصوصا احنا كرياضيين بيبقى عندنا اوجاع في الجسم كتير. فقبل يعني مثلا الناس اللي بتموت دي كان عندهم مشكله كبيره جدا بتقابل اي حد فينا بيلعب رياضه، ان هو بيصحى من النوم او خلص تمرين بيحس بوجع في حته معينه، فاحنا بنحس الموضوع دوت على طول. فممكن يفتكروا عادي. يفتكروا عادي ان العضله دي فيها كرامب مثلا، شلت الوزن بطريقه غلط، فيبتدي يبقى فاكر الموضوع عادي. غير لما يبقى انسان اوريدي ما بيتمرنش، ف
فقاعد في البيت حاسس بوجع مثلا في رقبته فيبتدي يقلق فهيبقى عايز يروح لدكتور يكشف. انما احنا بننام نصحى الوجع عادي 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 بالنسبه لنا. كابتن منير هل واجهتوا هل في حياتكم شفتوا حالات مشابهه يعني ناس بتتوفى نتيجه مش عايزه اقول مكملات ولكن تدريب غلط، الام بتيجي غلط ومحدش بينتبه ليها، هل تعرضتوا لده؟ احنا ممكن ما تعرضناش لده بس في المجال ده عامه في كتير زي ما حضرتك قلتي في اول البرنامج ان في كتير على مستوى العالم بيموتوا في سن صغير جدا بسبب حاجات زي كده. بس دي برضو ترجع لاسباب كتير منها زي الراجل ده توفى بس ده كان عنده مرض جيني وعمته نفسها كان جالها نفس المرض وماتت قبل ما هو يتوفى ممكن بشهر مثلا حاجه كده. فهو مرض وراثي اللي هو تمدد في الاوعيه الدمويه. لكن برضو قصه المكملات والمنشطات كده كده ممكن تكون سبب ان هي برضو تزود زي ما كريم قال ان هي ممكن تبقى سبب ان هي تخلي الموضوع يبقى فيه نسبه اعلى يعني. بس لكن ايه الفرق بين المكملات وبين المنشطات؟ لا في فرق كبير قوي يعني. إيه المكملات دي اسمها مكمل غذائي يعني حاجه بتكمل الاكل بتاعك. يعني الواي بروتين اللي هو الطب اللي حضرتك كنت بتقولي عليه ده مثلا ده المفروض بتغذي احتياجك من البروتين بيه. فانت لو انت اوريدي بتاكلي مثلا احتياجك من جرامات البروتين من الاكل عادي من الفراخ واللحمه وهكذا مش محتاجه ان انت تاخدي واي بروتين. فهو حاجه بتساعد لو حضرتك مش بتلحقي تاكلي او مش بتقدري تاكلي الكميه المطلوبه. بس دي المكملات وفيتامينز طبعا وحاجات مشابهه يعني. انما الهرمونات او المنشطات دي قصه مختلفه تماما. دي حضرتك بتدخلي جسمك حاجه بره جسمك تماما وحاجه جسمك مش متعود عليها. فطبعا الرياكشن بتاع الجسم بيختلف من واحد للتاني. ممكن حد جسمه يتحمل حاجه زي كده ممكن حد تاني جسمه ما يتحملش. فالمنشطات دي ممنوعه طبعا كده كده طبعا ممنوعه يعني. لكن المكملات مسموحه دولي. وحتى لو حضرتك برضو بصيتي على الطب بتاع البروتين او ايا كان هتلاقي دايما مكتوب consult your doctor first. فبرضو ايا كان اي حاجه بتاخديها بتراجعي طبعا مع الدكتور بتاعك. انما المنشطات طبعا حاجه مش مسموحه. دكتوره ياسمين دايما في الجيم او في بيلعب رياضه لازم يكون في دكتور تغذيه موجود. دور الدكتور هنا ايه بقى؟ خليني بس اوضح لحضرتك الاول ان في زي ما حضراتكم قلتوا ان في مكملات غذائيه كتيره قوي. في حوالي اكتر من 50,000 نوع مكمل غذائي مش كلهم وحشين ومش كلهم استخداماتهم للسبورتس او لتغذيه الرياضيين. في حاجات ميديكال مهمه قوي نحتاج فيها المكملات الغذائيه. بالنسبه للتغذيه الرياضيين دي بتبقى حاجه يعني مهمه قوي. والسبلمنتس بالذات في نوعين سبلمنتس سيف بس برضو لازم تبقى تحت إشراف الطبيب. هو اللي بيحدد إذا كنا محتاجينها ولا لا. أنا عندي مشاكل أو اللعيب اللي جاي أو الترينين اللي جاي محتاجها أصلا ولا لا. هل هتساعده ولا لا. هل هي سيف ولا لا. وهل هي ليجل ولا لا. دول أربع حاجات مهمين قوي لازم أحطهم في اعتباري لو أنا قررت أدي سبلمنتس لأي مكملات غذائية غير الليجل يعني غير قانونية. الليجل بتبقى حاجات فيها هرمونز أكتر وستيميولنس بتعمل ستيميوليشن أو بتنشط الجهاز العصبي أكتر وبتبقى طبعا ممنوعة. في حاجات كتيرة قوي يعني عالميا ممنوعة بس مع الأسف لسه ستيل الناس بتستعملها وبتبقى مصرة أنها تستعملها. ليه بتستعملها؟ عشان الإفكت بتاعها بيبقى سحري. هي بتقلل الكتلة الدهنية بشكل سريع جدا بتزود الكتلة العضلية بسرعة جدا بتحسن البرفورمانس وبتدي له انرجي رهيب. في ناس حتى لما بيبقى في قبل الكومبيتيشن بيقول له خدها وبعدين نبطلها شوية عشان لو هي يعني ممنوعة قانونا يعني او عشان رولز بتاعت اللعبه وبيقول له سايد افكتس نعالجها بعدين. مع الاسف معظمها الموست كومن سايد افكت بتاعها سادن ديث الموت المفاجئ. فدي ما بيبقاش يعني ليه بقى؟ ليه؟ عشان المكونات اللي موجوده فيها يعني من الحاجات مثلا الباند اللي ممنوعه خالص ماده اسمها الاي اس دي من التستوستيرون. بس لما بناخدها بجرعات زياده بتعمل مشاكل كتيره جدا. هي بتحسن والافكت بتاعها سحري وبتعمل شيب كويس جدا بس مشكلتها ان هي بتدمر تقريبا كل اجهزه الجسم من اول المخ بتاثر بتعمل جلطات وعلى القلب بترفع الضغط مره واحده. وممكن ده اللي يكون حصل له. هو عنده اوريدي يعني قابليه ان يكون عنده انيوريزم فحصل له رابشر لما الضغط عالي مره واحده. فدي بتبقى مشكله كبيره بتاثر على الكبد بتعمل كانسر بتاثر على الكلى بتعمل فشل كلوي
بتأثر على كل حاجة. وفي الرجالة طبعا بتعمل عقم ومشاكل تانية كتير، وفي الستات كمان، لأن في ستات كمان بتحب تاخد السابلمنتس دي. من الحاجات برضو اللي ممنوع الجروث هرمون، اللي هو هرمون النمو، بيتاخد في الأطفال في حالات معينة بدوزز معينة وبإشراف الطبيب برضو. طبعا في الجيم بيتاخد بكميات كبيرة جدا جدا، ومفيش دكتور هيقدر أو يقبل إن هو يدي للترينيل الجروث هرمون، فهو بيضطر ياخدها كمان من ورا الدكتور. يعني حتى لو جالي وأنا قلت له لا، هو خلاص هو قرر يعمل كده فبياخدها. دي برضو بتعمل مشاكل كتير جدا. هرجع للتغذيه بس كابتن كريم، يعني بيجي لك حد عايز يتمرن، فنان او شخص عادي او كذا، انا داخل فيلم او داخل مثلا مسابقه، بلاش الرياضيين، حد داخل عايز بقى جسمي يبقى شكله بالشكل الفلاني. واحنا بنشوف فنانين كتير جدا على طول دلوقتي بيتصرفوا في الجيم، ودي حاجه كويسه. هنا بقى ان انا عايز بسرعه قدامي شهرين لازم ابقى في الفورمة بتاعت الفيلم بالزبط. اللي هو عضلات هي بالزبط. دي المشكلة اللي بنقابلها، ان الناس بتبقى ضغط علينا جدا في حتة ان هو بيبقى عايز يتغير بسرعة. ولو ما شافش تغير سريع بالنسبة له المدرب فاشل. فدي فاشل على طول، على طول. مدرب هو اللي فاشل، مش هو اللي ما خدش وقته، لان هو بيبص على مدرب تاني بيدي للناس منشطات ويلاقي ان هو عمل تغير في الجسم سريع فيبتدي يروح له. ما هي دي المشاكل اللي بنقابلها، ان كل واحد بيبقى عايز يتغير بسرعه، فبيبتدي يبتدي يبص انا هاخد ايه يسرع لي النتيجه دي، يعمل لي نتيجه بسرعه، يخليني اتغير خلال شهر او شهرين. ودي مشكله لازم الناس تاخد بالها منها، ان انت مش ما تبقاش مستعجل على الشكل بتاعك، لان عشان اتغير بطريقه طبيعيه تاخد وقت. قد ايه مثلا كابتن مدير، قد ايه مثلا يعني عشان اعمل البودي بيلدينج الشكل بقى اللي هو حضراتكم فيه ده العظيم اللي الشكل اللي انتم موجودين فيه ده، قد ايه بياخد وقت؟ حسب برضو، يعني كل بني ادم غير التاني، والستارتنج بوينت مثلا بتاعت شخص غير ستارتنج بوينت بتاعت حد تاني. هي بس الفكره زي ما كريم قال، ان كله عايز الايزي فيكس، انا عايز في شهر ابقى فورمه، وهي مش كده. يقول لك انا عايز ابقى فورمه، هي مش كده. يعني انا وكريم بنلعب رياضه من زمان، فعشان كده وبتلعبوا باستمرار. باستمرار بالظبط، وبقالنا سنين، وكل سنه بنتحسن عن السنه اللي قبلها. والشغل بتاعنا يعني 16 سنه بمرن، 16 سنه بتمرن، فالموضوع بياخد وقت كتير. بياخد وقت بالزبط. فلما يجي لك حد يقول لك انا عايز ابقى فورمه، هو بيبقاش بيتمرن بعد شهر. بتعمل ايه كابتن مولي؟ لو هو شخص مثلا عمره ما اتمرن قبل كده، عادي بكون واقعي معاه، اللي هو انا مش عارف اخليك فورمه، او ما اقدرش اديك تايم كاب، اللي هو انا هخليك في 3 شهور تبقى فورمه. هنا بقى ما اقدرش اعمل ده. هنا بقى بيخش، طب ما تديني حاجه. ايوه صح، بنقابل ده اكيد. اكيد طبعا، أكيد. طبعا. بس ما هو برضو في الاخر انا دي وجهه نظري، وانا مش مقتنع غير بده، فانا معاك لغايه اما توصل للهدف اللي انت عايزه ايا كان هو هياخد وقت قد ايه. انما لو انت عايز حاجه سريعه يبقى انا مش الشخص المناسب. طب كابتن كريم، يعني مثلا لما يقول لك طب ما انا شفت فلان كذا، ما تديني طب حاجه كده تسرع، انا بس مستعجل عندي كده، واوعدك بعد كده مش منشطات ممنوعه جدا. مكملات غذائيه بيبقى عندنا في كل اماكن الجيمات الكبيره او الاماكن الكبيره، بيبقى فيه دكتور متواجد، دكتور بينصحه بطريقه صح، يقول له اعملي التحاليل الفلانيه، يمشي له على نظام كالوريز مناسب، هيحس بنتيجه، اسرع نتيجه مناسبه لجسمه. كل واحد جسمه مختلف، في حد بيجي شهر فعلا يتغير، وفي حد بيجي يفضل 3 شهور بياخد وقت. على حسب طبيعه جسمي، على حسب كنت بعمل رياضه وانا صغير ولا لا، بحافظ على نظام اكلي ولا لا. الناس اللي بتعملش رياضه وهي صغيره بالزبط. ما بتتغيرش بسرعه، بتاخد وقت علشان طبيعي تتغير. اكيد. ولازم نبقى عارفين ان المشاكل الصحيه بتيجي باسباب كتير جدا، مكملات، حتى الاكل الغلط. يعني لو انا باخد مكملات بطريقه غلط او باكل باسلوب غلط، ممكن اكل اكل فيه نسبه دهون عاليه تعمل لي مشاكل صحيه برضه. وهنا بقى دكتوره ياسمين يجي دورك، يعني مثلا بيجوا الكباتن يقولوا لك ان يعني الاول لازم نعمل تحاليل، يعني قولي لي بقى الخطه اللي بنعملها الغذائيه، وهل ممكن الاكل يعوض المكملات دي، ولا المكملات ممكن تبقى ارخص؟ ما هو اللحمه غاليه ومش هنقعد ناكل لحمه.
ده بياكلوا لحمه كتير قوي عشان يبقوا كده. ما هي دي مشكله كبيره. مهم قوي انه الموضوع يبقى تيم والتيم كله فاهم. فما شاء الله هم عندهم يعني معلومات كويسه جدا، مش كل الترينرز عارفينها مع الاسف. فدي مهمه قوي ان الترينرز يبقوا عارفين البيزكس بتاعت النيوتريشن، ويفهم الولد اللي جاي انه لازم تروح لحد يعني متخصص تغذيه عشان يفهمك ممكن تعمل ايه. مهم قوي ان انا ابقى افهمه ان مفيش سوبر فود ولا اكل سحري. انت بتتمرن رياضي، تعالى بقى انت هتاكل الاكل ده. هم حاصرين التغذيه في السبلمنتس. السبلمنتس اللي مسموح بيها اللي هي فيها الواي بروتين، الامينو اسيدز والحاجات دي كلها جزء من البروتين. الاكل اللي محتاجينه كلنا ومنهم الرياضي نشويات وبروتينات ودهون واملاح ومعادن وميه او سوائل. فهم كلهم بيجوا حاصرين الموضوع في الحته دي. الوجبه بقى احكي لي كده، نفطر ايه يعني؟ بالزبط. 10 بيضات نفطر. ايه هي دي المشكله؟ إيه؟ نتعشى ايه؟ انا المفروض نسبه البروتين ما تتعداش عن 2 جرام لكل كيلو من الوزن بير داي، وتبقى متوزعه على مدار اليوم، لان الجسم في الوجبه بياخد من 20 ل 30 جرام. هما بيبقوا متخيلين انا هاخد السكوب مثلا اللي فيها 20 جرام. طيب انا لو خدت صدر فرخه بس، اديني من الاول صدر فرخه الصبح. انا مش هفطر صدر فرخه. اوكي، لا انا بتكلم كاكزامبل للصبح. لا اديني من الفطار. اكل عادي جدا زي ما احنا كلنا بنفطر، هناكل عيش وهناكل، بس طبعا الكميات بتتحدد حسب البادي كومبوزيشن. بيض وممكن فول وجبنه وكل الحاجات دي مهمه جدا، وفيها بروتين وفيها البرانش شين امينو اسيدز والواي بروتين. تمام. الفطار عادي؟ طبعا. الفطار ضروري بالظبط ولا مش ضروري؟ لا ضروري طبعا. احنا لازم ناخد 3 وجبات مع وجبتين خلال اليوم، يعني 5 وجبات تقريبا، بلس بقى لو في بري ورك اوت سناك، دي اللي بتبقى قبل التمرين بساعه او ساعتين، وبوست ورك اوت سناك. دي كل الاكل كلها بتبقى متوزعه ومحسوبه كويس جدا. فهو يبقى في فطار قوي. رحنا الجيم، افرضي عندنا ورك اوت جيم، فناكل ايه قبل الجيم؟ قبل الجيم لازم تكون الوجبه الاساسيه قبلها بثلاث لاربع ساعات، ما ياكلش وينزل على طول، عشان دي هتاثر على البرفورمانس وهتخلي عنده غثيان وادائه مش هيبقى كويس. البري ورك اوت سناك مهم قوي قوي يبقى فيها نشويات 4-1 للبروتين، يعني أيوة. 4 اضعاف البروتين. اللي هي بروتين بار دي ولا ناكل؟ ممكن ناخد بروتين بار، بس احنا عندنا الاكل ربنا ادهولنا، يعني ممكن ناخد مثلا توست وجواها جبنه او تونه او اي بروتين، حاجه بسيطه. دي قبلها بساعتين. لكن افرضي ان انا بتمرن الظهر، يبقى لازم اخلي الغدا بعد ولا قبل؟ بفطر وبعد كده باخد البري ورك اوت سناك، وبعد كده بتمرن. ومهم برضو لو التمرين اكتر من ساعه فانا بفقد ميه وبفقد املاح معدنيه كتير. فمهم كمان سبورت درينك، يعني لازم اخد سبورت درينك. ده بيبقى ايزوتونيك بيبقى ايزوتونيك درينك، بيبقى فيه معدل جلوكوز 8% تقريبا او اقل من 6 ل 8، ونسبه املاح بسيطه قوي. ممكن نعمله في البيت. هو ما بيتباع في انواع سبورتس درينكس، في ايزوتونيك وفي هايبوتونيك وفي هايبرتونيك. ما تقولي لي كده نعمله في البيت ازاي؟ نعمله في البيت ازاي؟ هنجيب 4 برتقانات نعصرهم ونكمل عليهم لتر وربع معلقه ملح بس، ورخيص وما فيهوش اي مشكله. ونحطه في الكوبايه ولا بس كده كل ربع ساعه ناخد بقين ربع لتر. يبقى انا في الساعه الثانيه بعد الساعه الاولانيه خدت الجلوكوز اللي هيحسن البرفورمانس بتاعي. بعد التمرين انا محتاج حاجه فيها نشويات او كربوهيدرات بس بتعلي السكر على طول عشان اعوض الجلايكوجين. احسن حاجه طبعا التمر، ده سوبر فود. اقول لك ناكل تورته؟ لا جاتوه. لا 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 بلح. احنا بناخد حاجه هيلثي، ممكن بلح، ممكن عسل، وممكن طبعا سويت بوتيتو فيها فايبرز، هي كربوهيدرات وفايبرز، دي برده كويسه قوي. واي بروتين، ممكن لبن، او بنعمل ميلك شيك. انا دايما بقول لهم ميلك شيك ده اسرع حاجه. ده الميلك شيك ده ما بيتخنش من غير سكر؟ من غير سكر. وبعدين العشاء بقى. وبعد كده العشاء كل ده انا ببقى حاسبه. اول حاجه هو لما بيجي لي في الاوف سيزون او قبلها بمده، عشان اعرف تكوين جسمه ايه، وعنده قد ايه دهون وقد ايه عضلات، ونوع جسمه ايه، هل هو عنده قابليه انه يجين عضلات بسرعه او يعني يزيد عضلات بسرعه ولا لا. ففي فاكتورز كتيره قوي لازم اشوف تحاليله، عنده مشاكل ولا لا، ممنوع عليه رياضه ولا لا، والرياضه قد ايه. طب كباتن، يعني دلوقتي انتوا بتشوفوا الكتله اللي اسمها ايه، الكتله الدهنيه والعضليه الكتله العضليه، بس بجد يعني العضلات دي بتتبني في قد ايه؟ ما هو ده يقول لك لازم هرمونات وكده، بتتبني في قد ايه؟ ممكن تتبني بالتدريج. احنا عندنا 3 مراحل.
في مرحلة اللي هي الطبيعية خالص، اللي هو حد بيتمرن بيوصل لمرحلة بناء عضلي لمرحلة معينة والجسم ما بينموش بسهولة تاني، يعني بيبقى الموضوع صعب جدا، ودي عادي جدا، بيبقى شكل الجسم كويس جدا، شكله رياضي صحي كويس جدا، لان هو مش مدخل اي حاجة من بره. في بعد كده مرحلة بعد كده ان حد بيبتدي يبقى عايز شكله اكبر شوية، بيبتدي يدخل نظام الاكل بتاعه وبيتابع مع دكتور ان هو يبتدي ياخد مكملات غذائيه، لانه خلاص ابتدى يدخل الوجبات اللي الدكتور قالت عليها اللي هم 5 وجبات. بس هو محتاج حاجه تاني عشان تزق المسلز تاني، تغذي العضلات تاني. السؤال بقى المسلز دي لو انا وقفت المكملات الغذائيه المسلز دي بتفش طبعاً بقى؟ لان هي جوه العضلات بيبقى فيه الاكل اللي احنا بناكله اللي هو البروتين، كربوهيدرات، والاملاح اللي هي الدكتور قالت عليها، المشروب اللي احنا بنعمله عشان بيبقى فيه املاح معدنيه، وفي الميه. لو انا ما بشربش ميه كويس جوه العضلات ما فيش ميه فهتقل. لو انا مش باكل بروتين كويس جوه العضلات في بروتين فهيقل، ما باكلش كربوهيدرات كويس هيبقى برضو هتقل. فانا لازم طول الوقت افضل اعمل كده. احنا لما بنيجي الكلاينت يتمرن عندي او اي حد بيجي يتمرن في الجيم هو بيكسر العضلات. احنا دورنا التغذيه الاهم، التغذية اللي هي 70% من النتيجة، ان هو يدخل الاكل اللي يرجع يبني الالياف العضلية تاني فتبقى في شكل مختلف او في حجم مختلف. كابتن منير انا عارفة ان انت بتمرن مجموعة من المشاهير، يعني بتمرن سقة، بتمرن درة، بتمرن مين كمان؟ وعلاء الشربيني، شيف علاء الشربيني. وكمان شيف علاء الشربيني يعني بياكل ويجي يتمرن؟ لا بتاكلنا شيف علاء، بتاكلنا وتيجي تتمرن؟ مش معقولة كده. بس هو على فكرة مركز جدا في اكله فعلا. وكابتن كريم انت كمان يعني شويه عندك شويه برضو. طب قول لي مثلا بيجي لك سقه يقول لك ما سقه ده جسمه عظيم ما شاء الله عليه، وبرضو بيبقى عنده ادوار قويه وبيبقى عنده حاجات هنا بقى، في كل مره بيقول لك مثلا عايز اعمل كذا، هنركز على كذا. بس هو اوريدي عنده البيز، يعني هو جاي اوريدي، هو بيتمرن من زمان. يعني سقه انا من اول ما اتولدت وانا بشوفه على التلفزيون وهو فورم، ده حقيقي. فهو اوريدي عنده البيز، فهو ممكن لو عنده فيلم او عنده حاجه فبيبقى مركز بس اكتر، يعني بيدي اهتمام اكتر للجزء ده من حياته. كم ساعة بقى؟ بنحتاج كم ساعة عشان نبقى فورمة دي؟ لا عادي يعني حسب برضو هو، يعني عادي ممكن تمرن ساعة ساعتين في اليوم؟ مش في الاسبوع؟ لا في الاسبوع صعبة قوي دي. هل السن بيختلف؟ يعني اللي تحت ال 18 يختلف أكيد تمريناتهم على اللي فوق 40 مثلا؟ بالظبط. انا اول ما بيجي لي حد بعمل له فيتنس تيست في الاول. الفيتنس تيست ده بيديني الدرجه اللي هو الليفل اللي هو فيه، المستوى اللياقه البدنيه بتاعته، وبعد كده ببتدي اعمله البرنامج بتاعه المناسب. لو انا ضغطت قوي او زودت يبقى انا ممكن اضره، ولو عملت طبعا خفيف قوي عن الليفل بتاعه يبقى هو مش هيتحسن. فهي شطاره المدرب ان هو يوصل او يعمل برنامج تدريبي مناسب للشخص اللي قدامه، على حسب السن، على حسب الرياضه اللي بيلعبها لو كان بيلعب او لو ما بيلعبش رياضه. وابتدي اقنعه ان هو هيتغير، بس الموضوع لازم ياخد وقت قد ايه؟ يعني قول لي يعني حد جاي لك مش بيلعب رياضه تمام، هقول لك انا بعمل ايه بالظبط، ساحل ولا فورمه بالظبط، سكس باكس بالظبط. انا ببتدي طبعا لو انا ما اعرفوش ما ببقاش عارف هو هيتغير امتى، فلو قلت له اي اجابه يبقى انا بضحك عليه اكيد. فانا بعمل ايه؟ انا ككريم بقوم جايبه بديله شهر الاولاني نظام اكل، بخليه مع الدكتوره تديله نظام اكل مناسب، اخده في التمرين اعمل له برنامج كويس، اشوف التزامه قد ايه بالبرنامج. التزم 100% وعمل نتيجه، بناء على النتيجه دي بعمل له التيست اللي هو الجهاز اللي بيقيس لي نسبه الدهون ونسبه العضلات. في جهاز بيقيس الكلام ده؟ بيقيس الكلام ده كله، بيطلع لنا كل حاجه في الجسم بنسبة 95% صح تمام. واحنا عايزين نسبة الدهون لنسبة العضلات قد ايه يا دكاترة؟ هي كل يعني حسب كل جسم في كل عمر انا بشوف هو حسب وزنه قد ايه. انا المفروض في برسنتج دهون ما اقلش عنها، يعني مثلا في الميلز لو هو يعني بيتمرن كويس قوي ما اقلش عن 5%، وفي الفيميلز مش 5% او في كام؟ 5% من توتال الوزن بتاع الجسم. والستات دول بقى اللي هم المحترفين يعني مش اقل من 10%. طب والستات العاديين كلميني؟ ايوه العاديين
بقى. احنا مشكلتنا حاجه ان الرياضه احنا بنعملها كهدف عشان اوصل لحاجه معينه، هي لايف ستايل. انا جاي عايزه اتغير، عايزه اتغير عشان افضل اعمل رياضه على طول، مش عشان اتمرن بس في الصيف. فهي لايف ستايل، انا بشوف البادي كومبوزيشن عامل ازاي او تكوين جسمه عامل ازاي. لو في دهون الاول زياده فانا بقلل له الدهون، ولو هو ما بيعملش رياضه ما ينفعش تاني يوم ينزل جيم 3 ساعات مع ترينر. انا بقول لها لو انت مش قادره اتمشي حتى مدد قصيره قوي، 10 دقائق في 10 دقائق في 10 دقائق. انا بتمشى طول الوقت. احسن حاجه ماله المشي فعلا، ده احسن حاجه المشي. وممكن على مدى القصير ان احنا مش فاضيين بالظبط، ما بنلحقش، بنمشي بالظبط، نفضل نمشي نمشي. فان احنا نبقى فيزيكالي اكتف دي حاجه كويسه، ان احنا نتحرك. ان بعد كده ان عشان احولها من فيزيكال اكتيفيتي لاكسرسايز لازم تبقى حاجه منظمه وبلاند، لازم تبقى متخطط لها حتى لو المده صغيره. لو انا مشيت عليها مده طويله احسن من ان انا اروح الجيم اسبوع واثنين. صحيح. واكتئب وبرده اما بكتئب مبدئين بس يعني برده الاكل بالنسبه للسن مثلا اللي هو النمو اللي هو 18 سنه في الاعمار دي يختلف عن الاكل مثلا بتاع طبعا 40 سنه او فوق 50 سنه او كده. في السن طبعا بتاع النمو من اول ما الطفل بيتولد مهم قوي ان انا اخد بالي من وزنه، مش كل ما يزيد وزنه دي صحه وحاجه كويسه. بنعمل حاجه على الجروث تشارت، بنشوف طوله وبنشوف وزنه لحد 19 سنه، ده بالنسبه لي طفل. انا بفضل اقيس طوله والنمو بتاعه، عشان كده حتى السبلمنتس السيف الكويسه انا مش محتاجه اديها الولد تحت 18 سنه، مفيش اي داعي يخليني اديله سبلمنتس تحت اي يعني ظرف من الظروف. تحت 18 ممنوع. سنه ممنوع. نو سبلمنتس ممنوع. السبلمنتس او اللي هو المكملات الغذائيه بالزبط. ممنوعه بالزبط. طب لازم اخرج فاصل بس عايز اسال الولاد في النادي، في جيم في النادي أكيد. فكتير مثلا اطفال صغيرين يقول لك نروح نلعب في النادي، هل ده سليم ولا مش صح ولا ايه كابتن؟ ان هما يتمرنوا سنهم اصغر من 18 سنه يتمرنوا عادي. في الجيم عادي بس لازم تحت اشراف. اكيد اشراف. اكيد لازم يبقى اي جيم مع نفسه كده وخلاص، غلط ما يعملش حاجه اي غلط. جيم دلوقتي حاطط قانون ان هو تحت 18 سنه لازم يبقى معاه مدرب يعمل له برنامج مناسب ليه، عشان لو هو عمل حاجه غلط في السن ده هتاثر عليه بعد كده اكيد. طيب اسمحوا لي نخرج فاصل قصير ونرجع نواصل. الحقيقه انه ده حوار مهم جدا، اهم ما فيه مش بس المكملات الغذائيه عشان هي خطيره طبعا، ولازم مش خطيره لازم ناخدها دايما تحت اشراف طبيب، ولكن الاهم منه انه الرياضه يجب ان تكون اسلوب حياه، هو ده اللي بيخلينا نشعر بصحة وجودة حياة جيدة. مش مهم بقى فورمة الساحل والعضلات وكده، دي برضو في ناس بتحب تعملها، لكن المهم ان الرياضة نفسها تكون اسلوب حياة بالنسبة لنا. فاصل ونرجع. المكملات الغذائية، المنشطات، عايزين نعمل فورمة بجسمنا، فورمة، ولازم ازاي نحقق ده واحنا بنحافظ على صحتنا ونحافظ على الغذاء. ومرة اخرى انا ما تهمنيش الفورمة، انا يهمني ان الرياضة تكون اسلوب حياة في النهاية. معانا المدرب اللياقة البدنية المعروف كابتن نور خطاب. مساء الخير يا كابتن نور. مساء الفل يا دكتور، ازي حضرتك عاملة ايه؟ ازي صحتك. انا عايزة اسألك على المكملات الغذائية، وانت شفت قصة جو ليندر اللي توفى 30 سنة جاله تمدد في الأوعية الدموية، واحنا بالضبط. عايزين نحذر من استخدام المكملات بدون اشراف طبيب وبدون اشراف مدرب. انت ايه رايك في استخدام الهرمونز والمنشطات والمكملات يعني علشان بسرعه نوصل للفورمه اللي احنا عايزينها؟ الاول برحب بحضرتك وبرحب بكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، وطبعا شرف كبير لنا مع حضرتك النهارده. شكرا. هو اول حاجه هو الناس للاسف الشديد في حاجات لازم تتعمل قبل ما يبداوا يخشوا في الكلام ده، لازم يبقى في اشراف طبيب، لازم يتعمل تحاليل وحاجات اسمها دلالات اورام، في حاجات كتير قوي لازم الناس تتابعها قبل ما يبداوا ياخدوا حاجه زي كده، وينفع ليهم ولا لا، سنهم بوزنهم بالهيستوري بتاع العيله، حد عنده اي مشاكل صحيه. ما ينفعش ان هو فكره ان الناس تبدا تعمل حاجه بسرعه او تاخد حاجات سريعه جدا
سواء الهرمونز او التستوستيرون او الحاجات دي كلها تتاخد بكميات كبيره زي اللي حصل مع جوف في حصل تمديد للاوعيه الدمويه بسبب الافراط في التستوستيرون. حصل ان الهضم دي كان قعد فتره طويله جدا بيحصل اخذ للتستوستيرون حصل مشكله عنده. ممكن يحصل لاي حد كده لازم يروح لدكتور، الدكتور يطلب منه تحاليل معينه، وبعد ما يطلب التحاليل دي يبدا يشوف النسب اللي يقدر ياخدها ينفع او لا، وده ينفع لسنه وينفع لاي ظروف ممكن هو يمر بيها. التمرين لازم يكون عامل ازاي، فتره التمرين، فتره النوم، طريقه اكله، اسلوب يومه عامل ازاي، دي كلها الايه الحاجات اللي بتتاخد سواء كان المكملات او الحاجات الهرمون اللي ممكن تتاخد. ممكن الواحد لازم يكون في اجواء يوميه هاديه عشان ما يبقاش طول الوقت مضغوط، لان الحاجات دي شويه بتخلي الهارت ريت شويه عالي، فالواحد بيبقى متعصب طول الوقت وضغطه عالي طول الوقت لو الاجواء اللي حواليه مش هاديه. بس كابتن نور، في ناس بتبقى عايزه، بالذات هؤلاء الرياضيين، هو عايز بسرعه، عنده مسابقه، عنده حاجه، هو كمان بيقلق لو شكله اتغير. يعني هو اكيد انا قريت على جو ليندر ان هو كان بطل السنه كلها كان بيبقى ناشف. جو ليندر كان يعني السنه كلها يعني ايه ناشف يا دكتور؟ لا لسه ما بقتش دكتور ان شاء الله يا كابتن. هو حضرتك ناشف يعني كل ما يبقى يعني بيقلل المايه من جسمه على قد ما يقدر، عشان تشوف لو شفتي شفت حضرتك الماسلز عامله ازاي والاورده طالعه ازاي، تحس ان الجلده منها للماسلز على طول، ما فيش اي حاجه تحتيها، فدي درجه يعني نشفان عاليه قوي. هو بيبقى في ديفينيشن عالي قوي عشان يوصل لده، ده بيبقى قاعد طول السنه. يعني الناس حتى تلاقي ان كل ابطال العالم يبقى عندهم فتره كده خاتفين فيها سايبين نفسهم شويه، وبعدين يبقى عضلاتهم مرخيه، يعني عضلاتهم مش لازم بنفس الشكل ونفس الشد. لا هو نجاح الراجل ده الفتره دي كلها والناس كانت مستغربه هو ازاي طول السنه كان عامل كده وطول السنه كان ناشف النشفان ده، ولما كان بيحصل له اي يعني اي شويه دروب او شكله يتغير شويه كان يحاول بسرعه يبدا يركز ان هو يبدا يعمل سايكل تاني، شكل تاني، عشان يرجع يوصل لنفس الشكل ده. فده اللي حصل. وبالتالي هنا مش المنشطات، هنا المكملات بقى، ولا المنشطات هي اللي ادت لده؟ لا هي المنشط وضغطه عالي، عشان لما حصل الاوعيه الدمويه حصلت تمدد، الضغط عالي قوي فحصل له المشاكل دي. المرض ده نادر جدا، المرض ده اللي يحصل تمدد للاوعيه الدمويه ده نادر، بيحصل بس لما بيحصل زي ما قلت لحضرتك افراط في التستوستيرون او في الهرمون. فلا بيحصل ان الجدار بتاع الاورده بيخف جدا، فيحصل الضغط الدم يبقى عالي، فممكن يؤدي لجلطات سكتات دماغيه او جلطات في القلب. كابتن نور، المكملات دي بتتباع عادي في يعني بدون روشتة، بتتباع في الجيم عادي كده، ولا المفروض انها تبقى باي بريسكريبشن بين روشتة عشان مش اي حد يقدر يستخدمها؟ المكمل هو مش غلط، اسمه مكمل غذائي. يعني الدكاتره كلها، دكاتره النيوتريشن، دكاتره التغذيه بينصحوا كل لما بيبقى حد عنده حاجه اسمها نحافه. يعني في اولاد وبنات بيروحوا للدكاتره عشان يتعالجوا من النحافه، هم مش بيزيدوا، عندهم الميتابوليزم، عندهم الحرق عالي قوي، فبيروحوا للدكتور عشان بيقولوا مش عارفين ياكلوا بروتين كويس، مش عارفين ياكلوا اكل كويس، فالدكتور بيعوضهم بالمكمل الغذائي المناسب ليهم. دي يعني تحتيها 100,000 مليون شرط، المناسب ليهم، المناسب لسنه، المناسب لظروف الهيستوري بتاعت العيله. ما ينفعش يديله اي بيطلب منه تحاليل وبيطلب منه حاجات عشان ما يبقاش عنده مشاكل ولا في المعده ولا في القولون ولا حتى في القلب. فبيديله المناسب ليه عادي خالص، ما فيش اي مشكله، بياخد جرعات بطريقه مناسبه ويتمرن ويديله برضه نظام غذائي يمشي عليه. طيب نصيحه بقى للي بيتفرجوا علينا، من اللي عايزين جسمهم يبقى عظيم وكده بس مش عايزين طبعا نوصل لنتيجه جو ليندر.
لا هو بكل بساطة الموضوع بسيط جدا. نوم كويس، تمرينة كويسة منتظمة تبقى في وقت معين في اليوم، ما يحاولش أي حد اللي هو بيتمرن يتمرن مرة الصبح ومرة بالليل ويلخبط يومه، يعود العضلات على تايم، بس ممكن يغير جوه التمرينة نفسها، بس الميعاد يبقى ثابت، النوم يبقى بدري، الصحيان بدري، طريقة الأكل، الوجبات، الخمس وجبات المفروض الناس تاخدها، ياخد الكربوهيدرات امتى، اللي هو الرز والعيش والمكرونة والبطاطس، عندنا نوعين معلش من مش طالع حضرتك، نوعين من الكربوهيدرات، عندنا الكومبلكس وعندنا السامبل. بناخد امتى الكومبلكس اللي هو يدينا الطاقه، هو البنزين اللي هيخلينا نتمرن كويس، ده يبقى قبل التمرين، بعد التمرين ناخد البروتين، فننظم على مدار اليوم الخمس وجبات المناسبين، لما اقرب من الليل من سواد الليل ما زودش كارب خالص، ممكن اخد السامبل بس مش الكومبلكس مش المركب، ناخد الخفيف او ما ناخدش خالص كاربوهيدرات، ونعلي البروتين على مدار اليوم، نشرب ميه كتير على مدار اليوم، نتمرن كويس. الموضوع بسيط جدا، لما نبدا ناخد حاجه عايزين ناخد حاجه عشان احنا وصلنا لمرحله مش عارفين نزود عضلات او شكلنا ما بيتغيرش، لازم نروح للطبيب، لازم نروح لدكتور، لازم يعمل لنا الاول بيروحوا يعملوا، حضرتك عارفه الامبادي، الامبادي اللي بيشوف نسبه العضلات قد ايه، نسبه الميه قد ايه، نسبه الدهون قد ايه، النسب دي كلها ده اللي هيحدد لنا هنعمل ايه. انا بشكرك بشكرك شكرا جزيلا كابتن نور خطاب، طبعا مدرب اللياقه البدنيه المعروف. اذا نقول ايه للناس؟ وده برضه انا بالنسبه لي عايز انصح كل الناس لنقطه مهمه جدا وهي ادمان المنشطات. عشان في ناس بتبقى فاكره ان انا ممكن اخد مره وخلاص، وده المنشطات فيها إدمان. ادمان ايه هو بقى الادمان؟ اللي هو قاله لنا جو ليندر في اخر بوست ليه، ان هو ما كانش الهرمونات ما فيهاش ادمان، بس فيها ادمان الشكل، ان انا اما بشوف نفسي كبير ما بحبش اشوف نفسي بعد كده صغير. وهو ده اللي حصل له، ده اللي خلاه مش قادر يبطل، خلاه مش عارف ان هو يبعد عن الاتجاه ده، حتى لو هو عارف وهو كاتب ان هو ممكن يسبب مشاكل صحيه، هو ممكن كان عارف طبعا ان هو كاتب ان هو عارف انه ممكن نهايه الموضوع دوت ان حياته هتبقى قصيره، بس ما كانش قادر يبطل بسبب الادمان، ادمان الشكل، ادمان المرايه، ان اغلب الناس بتبقى حابه شكل جسمهم، الكومنت اللي بتجيله من الناس، انت عضلاتك انت خسيت لي كده، ايه اللي حصل لك؟ هو دايما حاسس، وهو ما هو ده اللي بيحصل، الناس في وسط الهرمونات ما بيبقوش حاسين ان هم عندهم مشاكل، المشاكل بتبان بعد. الهرمونات الطبيعيه بالظبط بتعمل امراض نفسيه، بتعمل امراض نفسيه، والهرمونات اللي جسمه الطبيعيه اللي كان جسمه بيفرزها ما بقاش يفرزها، فهو مشكلته انه كان بياخد كميه تستوستيرون عاليه جدا، فالتستوستيرون الطبيعي بتاعه ما بقاش يتفرز بطريقه خالص، او النسبه بتاعته كانت قليله، فابتدى يخس عضلات، لان هي الهرمون ده هو اللي مسؤول عن زياده حجم العضلات. فطبعا لما بتاخديه بكميه كبيره 10 اضعاف اللي جسمك بيفرزها، عضلاتك بتكبر، بعد كده جيتي بطلتها، فالجسم متعود ان هو كان بيخش له من بره، ما بقاش يخش له، فخلاص العضلات بترجع تخس تاني، تنكمش طبعا، فابتدى يتجه ان هو ياخدها طول السنه بكميات قليله. احنا هنا بنتكلم يعني الهرمونات دي بتتباع في الجيم عادي ولا مكملات هي اللي بتتباع في الجيم عادي؟ الهرمونز دي ممنوعه، فلو بتتباع دي قانونا بيعاقب عليها اللي بيبيعها واللي بياخدها الاثنين. الحاجات الثانيه المكملات او السبلمنتس زي البرانش شين امينو اسيدز والكارنيتين والكرياتين والحاجات دي بتتباع في الجيم عادي، بس هي الفكره ان الحاجات دي موجوده في الاكل يعني وارخص، يعني احنا حتى بنقول اللحمه غليت والفراخ غليت، هي 3 ل 4 اضعاف، يعني لو قارنا الكميه بالفايده هي 3 ل 4 اضعاف السعر مقارنه بالاكل العادي. بلس ان انا لما باخد انواع معينه من الامينو اسيدز او البروتين من السبلمنتس دي، انا بحرم جسمي من الحاجات التانية اللي موجوده في الاكل العادي. يعني انا لما باكلش لحمه او فراخ، الفراخ مش بس فيها بروتين، فيها دهون مهمه وفيها فيتامينز وفيها املاح مهمه، فانا كده بدخل جسمي في سوء تغذيه، مش ان انا بحسن التغذيه. طب كابتن منير، نصيحه للناس اللي بتتفرج علينا بقى. الاستمراريه، الاستمرارية أساسا أنك توصلي لأي حاجة أنت عايزاها. يعني لو الشخص بيتمرن كويس، بيتمرن كويس والتغذية بتاعته سليمة وبياخد المكملات المظبوطة اللي هو محتاجها،
هيوصل ايا كان ايه الوقت او التايم كاب، مش فارقه خالص، ومن هو يفضل مستمر ويفضل مستمر سنين. لان زي ما حضرتك كنا لسه بنقول، احنا كل سنه بنتحسن عن السنه اللي قبلها. انا السنه اللي فاتت جسمي مش زي السنه دي، صحتي احسن، بريفورمنس بتاعي احسن، كله بيبقى احسن. فهي الاستمراريه هي الاساس. بس دكتوره نصيحه للناس، ان انا لازم اعرف انا عاوز ايه الاول، وما احطش اكسبكتيشنز عاليه قوي، وان انا عايز اعمل حاجات واحط صحتي قبل اي حاجه، ولايف ستايل زي ما قلت لحضرتك في الاول، انا لازم اكل كويس عشان صحتي تبقى كويسه، ولما باكل كويس وصحتي كويسه هقدر اتمرن، والتمرين هيجيب نتيجه. التمرين والرياضه هي اللي بتجيب كمان الشيب مع الوقت، كل حاجه بتيجي تدريجي، نتائجها بتبقى ثابته وبتبقى واضحه وبتبقى صحيه. مهم قوي ان انا اتابع مع تيم وفاهم كويس قوي، سواء مدرب سواء طبيب سواء دكتور علاج طبيعي، هو تيم، واركز في ان الموضوع ده يبقى لايف ستايل عشان صحتي وعشان ابقى احسن. بالنسبه للمكملات بقى، انا يعني المعلومه الواضحه والاكيده ان احنا نسبه كبيره جدا جدا، يعني المعظم مش محتاج مكملات ولا سبلمنتس ولا هرمونز، محتاج ياكل اكل صحي بس. انا بشكركم شكرا جزيلا يا كباتن، كابتن كريم، كابتن منير، دكتوره ياسمين، وكابتن نور. طبعا يعني حبينا ان احنا نجيب قصه جو ليندر، لانه بنخاف على شبابنا، بنخاف كمان على الرياضيين الحقيقه ان هم يحصل لهم اي سايد افكتس او امراض، او لا قدر الله تصل الامور الى الوفاه، لانه في زي ما كابتن كريم قال ادمان المرايه. انا عايز يبقى شكلي عامل كده، انا داخل عايز فورمه شكلي عامل كده، انا عندي فيلم، انا عندي مسابقه، انا عندي كذا. المهم بالنسبه لنا هو الحياه الصحيه، وده لعموم الناس. يعني عايزين الشباب يروحوا الجيم، عايزين الشباب يلعبوا رياضه، عايزين الشباب جسمهم يبقى حلو وكويس، ولكن الصحه هي الاساس، وبالتالي استمراريه الرياضه زي ما كابتن منير قال هي الاساس، والاكل أهم كتير من المكملات. المكملات دي لازم محدش ياخدها إلا تحت إشراف طبيب ومدرب متخصص عارف بيديك إيه، لكن كل ده موجود في الأكل. بكرة 9 مساء الفرصة تصفيات القاهرة، ما تنسوش، حلقة ساخنة جدا هتشوفوا فيها شركات مهمة ومنافسة قوية. قابلكم الأسبوع الجاي بإذن الله. هذه لميس الحديث، صباح على خير.